الرحيم، الأصل إنه حاليا إحنا بدينا تسجيل المحاضرة. آخر شيء إذا متذكرين المرة الماضية وقفنا عند فكرة اللي هي بوينت تشارج إن أن إلكتريك فيلد. وفي هاي الجزئية حنشوف كيف بتسلك هاي الشحنات اللي موضوعة في مجال كهربائي منتظم. والمجال الكهربائي المنظم سبق وحكينا انه بيكون بين صفيحتين عليهم نفس المقدار من الشحنات الموجبه والسالبه. هلا هيك بسم الله، هي عندنا الالكتريك فيلد كيف ببلش يكون الكتريك فورس لما بتدخل الشحنه منطقه المجال، وباستخدام قانون نيوتن الثاني احنا بنطلع الاكسلريشن اللي هو قلنا القوه على الكتله، والقوه عوضنا محلها اللي هي كيو في اي على على ال. هلا بيحكي لنا هون انه اذا كانت اذا كانت خطوط المجال الكهربائي تعبر عن خطوط مجال كهربائي منتظم اللي هو يونيفورم الكتريك فيلد، بالتالي الاكسلريشن بيكون كونستانت. هلا حنشوف طبعا ليش بيكون الاكسلريشن كونستانت ان يونيفورم الكتريك فيلدز، وبعدين هاي لو نرجع نطلعها يعني من معادلات الحركه اللي اخذناها في فيزياء واحد، لكن اطلعوا علي خليني بس اعملكم هون انوتيشن. احنا اذا متذكرين وصلنا عند جزئيه في الشرح اللي شرحته هلا بشكل سريع، مش بدخل اللوح. هلا احنا وصلنا انه القوه من اخر مره حتى كنا بها بالجامعه كان عندنا اللي هي بتساوي حاصل الضرب اللي هي الشحنه في المجال كيو مضروبه في ايش؟ في. وبالتالي من مفهوم التسارع من نيوتن الثاني كنا انه هو التسارع ناتج قسمه القوه على الكتله. عوضنا محل القوة اللي هي كيو في اي، انا ضربت شحنة في مجال قسمت على كتلة. طيب هلا بقول انه اذا كان الالكتريك فيلد از يونيفورم، هاي اللي هي المقصود فيها انه مجال ماله منتظم، واحنا طبعا كلمة يونيفورم بالنسبة لنا تعني لنا انه في عندنا خطوط مجال كهربائي متوازية، يعني الخطوط عندي مالها متوازية متباعدة عن بعضها البعض بنفس المقدار. يعني هاي هي الحالة اللي من خلالها بنحكم انه في عندنا يونيفورم الكتريك فيلد. هلا فبقول اذا كان الالكتريك فيلد از يونيفورم الاكسلريشن هاي اي از كونستانت. نشوف كيف. هلا معنى يونيفورم الكتريك فيلد، هاي الكلمة اللي هي يونيفورم الكتريك فيلد، هاي المقصود فيها انه قيمة المجال الكهربائي اللي انا بحكي عنه مالها. يعني اول شيء بدنا ننتبه انه ايش هذولا، في عندي باراليل لاين يعني خطوط المجال مالها متوازي. الشغله الثانيه ايكوالي سبيس، يعني المقصود انها متباعده عن بعضها البعض بنفس المقدار الخطوط. والشغله الثالثه اللي بتعني انه الاي از كونستانت، هيك صار كونستانت everywhere، يعني في جميع المناطق اللي فيها المجال الكهربائي قيمته مالها ثابته. وهون بتكون ثابته مقدارا وايش؟ واتجاها، يعني constant everywhere having same magnitude same direction. طيب نرجع للاي. الكيو اصلا الكيو constant، انا بحكي عن الشحنه وهي ثابته المقدار. الالكتريك فيلد اذا كان يونيفورم it is constant، وكتلة الشحنة
اللي انا بتعامل معها also constant، وبالتالي بيطلع الاكسلريشن كله ماله constant. واضحك هاي الجزئيه؟ واضحك ليش انه في اليونيفورم الكتريك فيلد بيكون الاكسلريشن كونستانت؟ جميل. هلا بما انه صرنا بنحكي عن constant acceleration، اذا بصح لنا نستخدم الايكويشنز اوف موشن، لانه هذول الايكويشنز اوف موشن احنا اخذناهم وين؟ في فيزياء واحد، وكنا نتعامل هذا شو نسميهم؟ اللي هم equations of motion with constant acceleration. يعني قيمة التسارع مالها ثابتة، في هاي الحالة احنا مسموح لنا انه نستخدم المعادلات، والمعادلات اللي اذا متذكرين بكان نقول انها ال V final بتساوي ال V initial plus A في T، وكمان اذا متذكرين كنا نقول اللي هي في فاينل وير از ماي بن، ليش راح المكان انفصل؟ لحظة شوي. اوكي كان كل الفي فاينل سكوير بتساوي الفي انيشال سكوير بلس 2 اي دي، او بكنا نقول انها دي الديسبليسمنت بتساوي ايش؟ في انيشال تي بلس هاف اي تي سكوير. هلا هذول الايكويشنز اللي احنا بنسميهم اللي هم ايش؟ ايكويشن اوف موشن ويز كونستانت اكسلريشن. طيب هات لنشوف ايش بصير بعدين. دكتور، في ناس بتستنى توافق لهم تفوت على الزوم. شكرا انك حكيت لي، مش مبين انا عندي وانا بشرح عشان عامل انوتيشن ما كان مبين عندي. هذا هلا هلا بخليه يقول لك اوكي. ايش في؟ ادمت اول. اوكي. اوكي بعينكم والله، اذا حدا انتبه لحدا من الشباب بحاول يدخل مش منتبه انا اذكر، يعني بعينكم والله. anyway نكمل. فهي كلنا كيف طلع معانا ايش؟ يعني كيف وصلنا للايكويشنز اوف موشن. هلا هذا اذا متذكرين الاشي حكيناه برضو قبل، قلنا اذا كانت الشحنه بوزيتيف الاكسلريشن لازم يكون ان ذا دايركشن اوف الكتريك فيلد، لانه الاكسلريشن باتجاه القوه، واذا كانت نيجاتيف بكون الاكسلريشن عكس اتجاه ايش؟ الالكتريك فيلد. طيب نكمل. هلا اول جزئيه حناخذها اللي هي ايش؟ معطينا بوزيتيف بوينت تشارج اوف ماس ام از ريليزد فروم ريست. هلا هاي released from rest تلقائيا المقصود فيها. يعطيك العافية دكتور. حي الله، هلا الله يعافي عماركم يا إيه رب. بس ليش الشغلة اللي كنت تشرح فيها؟ لأن هسفتنا. هلا بعينك الله بدك تتبع التسجيل، لأنه يعني صعب إني أرجع أعيد من الأول، لكن هي بشكل عام ملخص الموضوع هذا اللي بدنا نشرحه في المثال. بدنا ناخذ احنا تسارع الشحنات أو حركة الشحنات داخل مجال كهربائي منتظم، يعني هيكون في عندي انا موشن اوف تشارج بارتيكل ان يونيفورم الكتريك فيلد. هلا حتشوف هلا واحنا بنشرح المثال بحاول امر مرور سريع على الفكره الاساسيه، هي بس سلايد واحد اللي شرحناه قبل، يعني مش بس كثير. خليني اكتب القانون. هلا هيو حنكتبه حاليا هون في مناقشه المثال، حنكتب التفاصيل هي واحنا بنناقش المثال. طيب هلا ماشي. هلا ففكره الاكزامبل تبعنا بنحكي عن بوزيتيف بوينت تشارج اوف ماس ام از ريليزد فروم ريست، وكنا هون ريليزد فروم ريست يعني الانيشال فيلوسيتي كم بقيمتها؟ زيرو. يعني الانيشال فيلوسيتي زيرو. احسنت. هلا
near the positive plate. يعني هون بهاي الموضع كانت الانيشال فيلوسيتي مالها زيرو. طيب هلا admitting all. اوكي ذكروني المرة القادمة، الله ييسر الأمور، إذا كان في مرات قادمة على على الزوم أشيل الويتنج روم. أوكي anyway. هلا in a uniform electric field directed as shown find the speed of the particle when reaching positive, when reaching negative plate that lies a distance d from positive plate. هلا اللي حعمله هون اني انا حثبت كل التفاصيل، بس خليني اقوم اسكر الشباك لانه بلش في حركه في الحاره عندنا. دكتور غلبك، ارجع لي على السلايد اللي قبلها بين ما تيجي عشان اكتب القانون. اوكي خليني اكتب القانون. هلا بس اعمل لكم شرح سريع للاكزامبل الموجود عندكم بحيث انه تكون التفاصيل ان شاء الله ايش اوضح. نحرك هاي شوي هون. ايوه اوكي. هلا اول معلومات بدنا ننتبه لهم انه في عندنا هون released from rest، هاي تلقائيا معناها ايش؟ انه ال V initial هاي اسمها ال V initial بتساوي ايش؟ صفر. هلا uniform electric field معناته ال acceleration is constant directed as shown، اتجاه المجال الكهربائي هيو من اليسار لليمين، لانه بخرج من البوزيتيف بروح لوين؟ لا للنيجاتيف. أول إشي حاكي لنا إنه find، هيك هي المطلوب، find the speed of the particle when reaching the negative plate that lies a distance d from positive. يعني هذول التو بليتس البوزيتيف والنيجاتيف بيفصل بينهم مسافة، هي هلا شايفينها هون displacement d، بده نحسب سرعة الجسم لما بوصل عند اللوح السالب. هلا في الوضع الطبيعي لو يعني ما ناقشنا الموضوع من خلال المجال الكهربائي، احنا في عندنا شحنه بوزيتيف محطوطه بالقرب من لوح يحمل شحنه بوزيتيف. اذا تلقائيا اللي حيصير في عندي ريبالشن، وبالتالي حتتنافر الشحنه واللوح معا. وقلنا دائما يظهر او تظهر الحركه على الاجسام التي قصورها اللي لها ايش؟ لو انيرشيا. واللي هون له قصور اقل اللي هي الشحنه، لأن كتلتها كثير كثير صغيرة مقارنة في كتلة اللوح. وبالتالي التنافر ببلش يبعد فيها باتجاه اليمين بعيداً عن اللوح البوزيتيف. بنفس الوقت في عند اللوح السالب النيجاتيف هاب بده يكون بايش؟ بجذب هاي الشحنة. عشان هيك الشحنة هاي بتتسارع. لأنه في واحد بيدفع فيها بعيداً عنه، وواحد بيجذب فيها باتجاهه. وبالتالي حتتحرك من اللوح الموجب للوح ايش؟ السالب. هلا فهو طالب نحسب هاي السرعة لما بتوصل وين؟ هون. اوكي هاي نشوف عندنا يعني دكتور بده في فاينل والمسافة بين اللوحين. لا الفي فاينل بس بده المسافة، هو معطينا اياها دي. معطية. نعم معطي المسافة. شايف كيف هي؟ هو حاكي ليها that lies a distance d from positive plane. Anyway هلا لو بدنا نروح نشوف الفكره، انه انا عشان احسب الموجود معي في انيشيال بتساوي زيرو، معروف عندي الديسبليسمنت دي بين اللوحين، وبما انه يونيفورم الكتريك فيلد اذا معروف عندي الاكسلريشن.
لانه حسب السلايد اللي قبل قلنا اذا كان يونيفورم الكتريك فيلد مجال كهربائي منتظم بيكون عندي الاكسلريشن بيساوي ايش؟ كيو في اي على ايش؟ على دي على ام سوري كيو في اي على ام. هذا هو القانون اللي بقيت تسال عنه يا خالد، او الشاب اللي كان يسال، هذا هو القانون اللي احنا اشتقيناه قبل شوي، انه التسارع في اليونيفورم إذا كان الكتريك فيلد المجال بيساوي كيو منتظم في اي على التسارع ام. اللي هو الشحنة في على وزنها، الشحنة ضرب المجال على الكتلة. ضرب المجال على كتلتها، هذا إذا كان منتظم، وإذا كان غير منتظم فيش لا ما هو الكتلة. احنا خلاص احنا هسه شغلنا كله يونيفورم، العنوان شايف فوق موشن اوف اي تشارج بارتكل ان اي يونيفورم الكتريك فيلد. هلا اذا ما كان يونيفورم الكتريك فيلد ما بيكون عندي كونستانت اكسلريشن، وبالتالي ما بقدر استخدم معادلات الحركه. الشرط عشان استخدم معادلات الحركه يكون في عندي كونستانت. طيب هلا يعني نكمل. دكتور، معادلات الحركة الثلاث اللي أخذناهم في الفيزياء واحد بنطبقه على الشغل هون. 100% مش بس هون، اي شكل من اشكال الحركه التسارع تبعه كونستانت ما بتغير، يعني التسارع ثابت، هذا بنطبق عليه معادلات الحركه، سواء كان ميكانيكال سواء كان الكتريكال، بغض النظر شو هو شكل الفورس اللي متعامل معه ينطبق عليه. فطالب منا هلا، هو المطلوب منا طالب نحسب في فاينل، يعني المطلوب عندنا اللي هي ايش؟ الفي فاينل ايكوالز 1. هيك هلا بنروح بنقول انه لاحظوا دكتور، انا أوجد نعم التسارع من المعادلة، وبعدها عوض في قانون التسارع على معادلات الحركة بتطلع السرعة. هلا هو التسارع معانا هيو، يعني اوريدي التسارع معروف كيو في اي على ام، أوجد له قيمة وعوض في معادلات الحركة وبتكون ما السرعة في عندي مجهول. هذا السؤال، هذا السؤال ديريفيشن يعتبر، يعني مش سؤال ارقام. فهمت. هذا السؤال زي كانه بالرموز، احنا بدنا نحل نوجد قيمه معينه للفي فاينل بدلاله معطيات السؤال، بدلاله الباراميترز يعني الاساسيه دكتور، هاي الاي راح تكون والدي. لها قانون في فاينال. يس، حيطلع لها قانون. فهمت عليك. طيب هلا بشكل عام اني معادله اختار؟ معطيني في انيشال، معطيني دي، معاي الاي، مجهول عندي الفي فاينل، اي هي في معادله اختار؟ فاينال تساوي A في في انيشال زائد نص. هاي الطويلة دكتور، اللي هي الثانية. هلا لاحظوا انه عندي حالتين، يا اما يعني هون اذا بدي اطلع على المعادله الاولى ما فيش عندي زمن. المعادله الثالثه ايضا ما في عندي زمن. فقدامي حلين، اما بروح بوجد الزمن وبعوضه في احدى المعادلات وبطلع الفي فاينل، او بروح لمعادله الفي فاينل سكوير اللي هي المعادله رقم 2. انا هعملكم الحلين هون، يعني حقول انه مبدئيا حقول انه الفي فاينل سكوير هاي بتساوي الفي انيشال سكوير بلس 2 اي دي. هلا واللي بتساوي الفي انيشال هاي زيرو زائد 2 بي، الاكسلريشن هاي قيمته كيو في اي على ام، كله مضروب في ايش؟ في دي. لو نبسطها ونرتبها بصير اللي هيش 2 كيو اي دي على ايش؟ على ام. هاي اللي هي ايش؟ الفي فاينل سكوير. إذا الـ V final بقدر أقول هي بتساوي جذر 2 QED على إيش؟ على M. هاي صورة، أو هاي خلينا نقول طريقة. خلينا نشوف إشي ثاني. إحنا قلنا إنه الدي ايكويشن هاي بتساوي في انيشيال تي بلس نص اي تي سكوير، صح؟ هلا هذا الحد الاول زيرو، ليش؟ لانه الانيشيال فيلوسيتي زيرو وبالتالي هذا صفر، بلس هاف
ايه هاي قيمتها كيو في اي على ام في ايش؟ في تي سكوير كلها بتساوي دي. حتى نرتب من هون بلاحظ انها دي بتساوي نص كيو اي على ام في تي تربيع. هيك. طيب يظل عندي اذا بقدر اكتب لها تي تربيع بتساوي 2 ام دي على كيو اي. هاي طلعت مين؟ طلعت التي سكوير من المعادلة رقم 3، ومنها بقدر أطلع تي على شكل إيش؟ الجذر التربيعي ل 2 ام دي على كيو اي. طب شو استفدنا إذا طلعنا هاي؟ طلعنا التايم، ارجع عوضها بالقانون، التربيع بيشطب برجع الجذر. بعوضها بالمعادلة الأولى. هلا صار في عندي زمن معروف، وبالتالي المعادلة الأولى اللي بتقول هيك نغير اللون، المعادلة الأولى اللي كانت تحكي إنه في فاينل بتساوي الفي انيشال بلس اي في تي. إذا هاي بتساوي صفر زائد الاي هي عبارة عن كيو في اي على ايش؟ دكتور طلعت التربيع من القانون اللي فوق، التي تربيع. من هذا القانون اللي فوق، فصار عندي كيو في اي على ام، هاي اللي هي قيمه اي، قيمه التسارع مضروبه في التايم. طلعنا قيمته اللي هو عباره عن ايش؟ جذر 2 ام دي على كيو في اي، هذا اللي هي قيمه مين؟ الزمن. اوكي هلا خلينا هون، خليني امسح هذا الجزء اللي هون، امسح هذا الجزء بس عشان اكمل. انا كان الهدف فقط من هذا الجزء المعادله اني اطلع قيمه لمين؟ ل الزمن. خليها محلها قيمة. هلا بدي اروح اعوض هاي القيمه طلعناها اللي هي 2 ام دي على كيو اي، ونرجع نكمل. هلا هذول حاصل ضرب الكميتين هذول اللي هون، عشان احلهم شو بعمل؟ بدخل الكميات هاي كلها داخل الجذر. هيك بدي اعمل الكمية اللي بدي ادخلها جوا الجذر لازم اربعها، مظبوط؟ دكتور ما هي أصلاً التي تربيع، فالمفروض إنه الجذر ينشطب. لا انا المعادلة هاي ما فيها تي تربيع، هاي المعادلة في انيشال بلس اي في تي، ما فيها تربيع هاي المعادلة، التربيع موجود في المعادلة اللي هي تبع الدي، المعادلة الثالثة اللي فيها تي تربيع. إجمالا هلا هاي الاي لما تدخل جوا الجذر بتصير اي سكوير، والكيو بتصير كيو سكوير، والام بتصير ام سكوير. يعني اي كمية بدي ادخلها جوا الجذر لازم اربعها لما تفوت جوا الجذر، وبالتالي شو بصير عندي؟ بصير عندي هنا الفي فاينل بتساوي الجذر التربيعي، بدي احط هذا اللي كان قبل اللي هو 2 ام دي على كيو في اي، هاي الكميه اللي كانت اصلا تحت الجذر. هلا اي كميه جديده دخلتها بدي احطها بصيغه التربيع، يعني دخلت كمان شحنه فصارت كيو سكوير، دخلت الاي فصارت اي سكوير، ودخلت الام فصارت ام سكوير بهذا الشكل. هلا هاد بنطلع جوا الجذر ايش صار؟ جوا الجذر صار في عندي كيو وكيو سكوير، واحده في البسط واحده في المقام، فبشطب السكوير مع الكيو. وصار في عندي اي واي سكوير، فبشطب السكوير مع الاي، وصار في عندي ام وام سكوير، فبشطب السكوير مع ايش؟ مع الام. شو ظل عندنا الجواب؟ ظل عندنا الجواب كالاتي: اثنين ما حدا لمسها، وبالتالي هاي اثنين مكانها. الكيو هاي صارت تنزل هون زي ما هي، الاي والدي مكانهم، والإشي الوحيد ظل في المقام اللي هي ايش؟ ام. فهي الفي فاينل بطريقتين،
هاي وهاي، هاي نفس ايش؟ نفس العلاقة. وبالتالي انا هون طلعت قيمة الفي فاينل، سرعة الشحن لما وصلت ايش؟ اللوح ايش؟ السالب. هاي كيف كانت ايش؟ الفكرة. بس الطريقة الثانية يعني أطول بتيجي. لا اكيد طبعا، ما احنا استخدمنا معادلتين يعني عشان نوصل لها، فاكيد تكون اطول. عشان هيك انا بكون احيانا اللي بحكي لكم اياه انه الشطاره في انك انت تعرف في اي معادله تختار، فمش بس انك تكون حافظهم يعني، يعني يو هاف تو انك تحفظهم، لكن بدك كمان تعرف اي معادله تختار على اساس تو سيف تايم او تحل باقصر طريق. طيب خلينا نشوف المرور السريع تبع الماده. دكتور ارجع شوي بس عليها عبين ما اكتبها ولا شطبتها. مكتوبة مكتوبة هيها هون 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 مكتوبة، حتشوف الأشياء هون بالتفصيل يعني. هون هي مطلعها بأكثر من طريق، هي 2 كيو في اي في دي على ايش؟ على ام. هي طالعة كمان مرة الفي فاينل بهاي الطريقة يعني. لاحظ كيف انه يعني اي طريق بتسلكه من معادلات الحركه لازم يؤدي الى نفس ايش؟ الى نفس النتيجه. هلا في هون حل اخر اللي هو بربط العلاقه بين الشغل والتغير في الطاقه الحركيه. هاي اللي هي مبرهنه الشغل والطاقه، انه عن إذنكم بس لحظة، يبدو أنه في عندي حد بنادي باب البيت. لحظة شوي بينكم الله. بعتذر منكم لكن اضطريت اشوف مين هلا. فبنرجع كمان مره لمبرهنه الشغل وايش؟ والطاقه، انه هاي دبليو المقصود فيها اللي هي ايش؟ الشغل. وهون في عندنا ايش؟ التغير في الطاقه. طبعا الطاقه الايش؟ الحركيه. يعني هاي المقصود فيها التغير في الطاقة الحركية. هلا حدا فيكم متذكر شو قانون الشغل؟ شغل أي قوة إيش بيساوي؟ القوة في الإزاحة. الشغل دائما W هاد بيساوي F دوت D، أو اللي هي F D كوساين ثيتا. يعني بدنا نقيم هيك بصير F D كوساين ايش؟ ثيتا. هلا والتغير في الطاقه اللي هي بتساوي الفاينل كاينتيك انرجي ماينس الانيشال كاينتيك انرجي. بتقدر تقول هاي اللي هي عباره عن دكتور الكي هذا الحل تايم مكتوبه. ناقص الكي ايش؟ انيشال. هلا منيح انكم تعرفوه، يعني منيح انك تعرفوا، لانه هذا هو طريقه اخرى للحل. هلا الكي فاينل بالنسبة لنا بدنا نشوف اللي هي عبارة عن نص في ام في في فاينل تربيع ناقص الكي انيشال زيرو. ليش الكي انيشال زيرو؟ لأنه كان طلع من ريس دكتور. أحسنت، لأنه الانيشال فيلوسيتي للجسم كانت مالها؟ كانت زيرو. الانيشال فيلوسيتي كانت ايش؟ زيرو. فبضل عندي هنا انه
القوة والإزاحة، يعني لازم أشوف هسه بس اللي هي الكوساين ثيتا. هلا الزاوية بين القوة والإزاحة كم؟ لازم أعرف اتجاه القوة. 80 طلعوا كيف؟ القوة اتجاهها باتجاه خط المجال، لأنها الشحنة بوزيتيف. إذا الشحنة بوزيتيف بيكون اتجاه القوة بنفس اتجاه المجال، فهي اتجاه اف. طب الجسم من وين لوين بيتحرك؟ بيروح من البوزيتيف لوين؟ للنيجاتيف، فهذا اتجاه الحركة. مظبوط، مش هيك الجسم بيتحرك؟ بيروح من البوزيتيف للنيجاتيف، إذا هذا هو اتجاه الديسبيسمنت. وبالتالي لاحظوا القوة والإزاحة having the same direction meaning that the angle is zero. يعني هذا معناته الحكي انه ثيتا اللي بنحكي عنها قد ايه بتساوي؟ صفر. عشان هيك هذا الحد كوساين الزيرو قد ايه مقداره؟ واحد. كوساين الزيرو واحد. طيب اذا شو بضل عندي؟ بضل عندي اف دوت دي او اف في دي. الاف هي عباره عن كيو في اي. مظبوط؟ القوة الكهربائية هي عبارة عن الشحنة ضرب المجال مضروبة في ايش؟ في دي. رتبوا هاي المعادلة بيطلع عندكم انه 2 كيو اي دي بتساوي ام في فاينل تربيع. اذا بيطلع عند الفي فاينل تربيع هاي بتساوي 2 كيو اي دي على ام. 2 كيو اي دي على ايش؟ على ام. طيب بعديها بدي اروح لوين؟ للفي فاينل لحالها اللي بتساوي الجذر التربيعي ل 2 كيو اي دي على ايش؟ على ام. ولاحظوا انها نفس النتيجه اللي موجوده هون. هاي عندنا الفكره. عشان هيك انه سواء استخدمنا الايكويشنز اوف موشن، استخدمنا اللي هي الورك انرجي ثيوريم، نفس ايش النتيجه. طيب هاي نفس ايش الحل. نجرب نشوف اذا الاشي اللي بعده. هلا في عندنا اللي هي هذا السؤال اكزامبل 2 بيقول عندنا ان الكترون انترز ذا ريجن اوف يونيفورم الكتريك فيلد از شون وذ انيشال فيلوسيتي 3 تايمز 10 تو 6 متر بير سكند. الالكتريك فيلد 200 نيوتن بير كولوم. الهوريزونتال لينث اوف ذا بليدز از ال ايكوال 0.1 متر. فايند A بده الـ acceleration of the electron while it is in the electric field. B بدنا الـ electron if the electron enters the field at time equal zero find the time at which it leaves the field. و C if the electron position as it enters the field was zero zero يعني النقطة اللي بدأ منها الجسم حركته كانت نقطة الأصل zero zero what is its vertical position when it leaves the field. هلا هذا السؤال يعني بيجمع اكثر من نقطه في حل. خليني اشرحها على السريع. انه انا فعليا في عندي شحنه، هي شحنه سالبه زي ما انتم شايفين، دخلت مجال كهربائي منتظم يونيفورم الكتريك فيلد من عند النقطه اللي هي نقطه الاصل 0 0. هلا دخلت اصلا معها سرعه، يعني هاي تختلف عن السؤال السابق. السؤال السابق لو كان عند الانيشال فيلوسيتي از ريست كان تلقائيا هاي الشحنه حتنزل دايركتلي للاسفل، لكن احنا بصير عندنا انه اصلا هاي دخلت معها سرعه، فانا بقدر اعتبرها انها هاي بروجكتايل موشن. يعني هذا كانه الجسم عندي قذفنا جسم بسرعه معينه داخل منطقه مجال،
فبده يكون في عندي دائما كومبوننتس اللي هي الاكس كومبوننت والواي كومبوننت اللي هو مركبات السرعه الصادية والسينية. طيب هلا لما دخلت هاي المنطقه هون في هاي الجزئيه تبدا هذه الشحنه تتاثر بايش؟ بقوه كهربائيه لوين؟ للاسفل. لانه قلنا اذا كانت الشحنه سالبه بيكون اتجاه القوه عكس اتجاه خطوط المجال. فخطوط المجال هيها نحو الاعلى، اذا خطوط القوه الكهربائيه تكون او القوه الكهربائيه تكون لوين؟ لا الى اسفل. فتبدا هذه الشحنه تتاثر بالقوه وبالتالي تتاثر بقوه نحو الاسفل، عشان هيك بتلاحظوا انه بصير ينحرف المسار تبعها وياخذ هذا ايش؟ هذا الشكل. فلما تيجي نحدد وين البوزيشن، هاي الانيشيال بوزيشن تبعنا هون. هاي الانيشيال ايش؟ بوزيشن. بالنسبه للاكس مثلا هاي كانت عند هاي النقطه اصبحت عند هاي النقطه لما تطلع. انا بحكي فقط عن الاكس. طيب بالنسبه للواي كانت هون عند الزيرو ونزلت هاي المسافه لوين؟ للاسفل. فصار في عندي هنا اكس ديسبليسمنت اللي هي اسمها ال. ليش سميناها ال؟ لانه طول اللوح الواحد البوزيتيف او النيجاتيف هي معطيني اياها قديش ايش؟ ال. فمقدار الازاحه الافقيه هي كانت ال. مقدار الازاحه الراسيه اللي هي الفيرتيكال ديسبليسمنت عندي هون اللي هي ايش؟ اللي هي واي. اللي انا ما بعرف قديش كبير. هلا هات نشوف كيف بدنا نحل هذا السؤال. انا معي الانيشال فيلوسيتي هيها جاهزه، هاي 3 في 10 قوة 6، معاي الالكتريك فيلد وبالتالي بدي اشوف كيف معاي هاي كمان معطيني هون ال اللي هي 10 متر وبده نوجد ايش؟ الاكسلريشن. ولاحظوا كمان بما انه حاكي لي ان الكترون اذا انا كمان معاي يعني الكتلة، سالبة لا وكمان معاي كتلة لأنها كتلة الإلكترون معروفة يعني. مظبوط. وبالتالي بنروح نشوف هون الفكرة من الموضوع إنه نبلش نكتب هيك نقول رقم واحد شو بده؟ رقم واحد بده الأكسلريشن. اتفقنا إنه الـ A شو قيمتها؟ كيو في E على M، مظبوط؟ هذا هو القانون الأساسي تبع اللي حكينا في هاي المحاضرة. وبالتالي الكيو هيها عندي اللي هي الكترون شحنته 1.6 في 10 قوة سالب 19، هاي الالكترون مضروب في الالكتريك فيلد قيمته 200 مقسوم على كتلة الالكترون اللي هي حد بيعرف كم؟ ثلاثة 9.1. ضرب 10 قوة 6 لا لا كتلة الإلكترون كثير أصغر، 9.1 في 10 قوة ناقص 31. وبالتالي هاي لما نيجي نحلها حيطلع عندنا اللي هي 3.2 على 9.1 يعني اولموست ثلث تقريبا يعني 0.3. دكتور، كتلة الإلكترون احنا يعني ده هاي بتضلها هيك زي ما هي متعارف عليها ولا شو؟ شحنة الإلكترون وكتلة الإلكترون، شحنة البروتون، كتلة البروتون، النيوترون، هاي تعتبر كلها كونستانتس في العلم في الفيزياء. يعني هي ما بتتغيرش. لكن الأصل قصدك تسألني أنت مش هيك السؤال، تقول لي احنا مطلوب منا نكون حافظينها ولا لازم تعطينا إياها في الامتحان؟ صحيح. هلا هو الأصل أنكم تكونوا حافظينها، لكن ما في إشكالية، أنا بعطيكم إياهن هذولا في الامتحان، ما في إشكالية يعني. في عندنا هون 10 قوة هال 17 بالسالب بدنا نطلع 1
و30 بضل عندنا 10 قوة 14 متر لكل ثانية تربية. طبعا انا قاعد بحكي رفلي لانه ما معيش آلة حاسبة حاليا اللي احسب، بس قسمت 3.2 على 9.1 يعني تقريبا الثلث، فقربتها تقريبا لثلاث اعشار او يعني ل 33 34%، يعني ممكن يكون هون زي هيك 34%. 5-1 ضرب 10 قوة 14. عيد 0.351 ضرب 10 قوة 14. 0.351. ايوه بالظبط. يعني في النهاية رقم، انت يعني انا قربتها 0.34 هي 3.5، يعني المقصود انه بعيدة. انت بالآلة الحاسبة بتطلع الاكزاكت نمبر. هلا هاي ايوه قصدي اللي بالظبط. انا طلعته، انه انا طلعت الاكسلريشن، وهذا وين بده يكون اتجاهه؟ الاصل انه يكون ايه نفس اتجاهه اتجاه الحركة. اللي هو باتجاه القوة، يعني لوين؟ للأسفل. يعني هو نفس الاشي، هذا اللي هو الدايركشن اوف اكسلريشن، باتجاه القوة دائما، اللي هو عكس اتجاه المجال لانها الشحن سالبي. دكتور هسا لو كانت الشحنة ما إلهاش سرعة، المفروض إنها تلزق في اللوح السالب وما تتحرك لا يمين ولا شمال ولا لا؟ لو ما كان لهاش سرعة فورا بتروح بسرعة نحو البوزيتيف، ليش تظلها تلزق عند السالب؟ هو سالب مع سالب في تنافر. يعني إنه المفروض إنها القوة تأثر عليها لفوق، بس لأنه في قوة تنافر فبتثبت في نقطة بعيدة عن الموجب وبعيدة عن السالب، يعني لا ما لا لا بتمشي. لا لا ما فهمت علي، ركز معي ركز. هذا اللي هون الأسهم، هاي اتجاه المجال، هذا اتجاه المجال. الشحنات لما بتدخل منطقة مجال تتأثر بشكلين بطريقتين، هلا باتجاهين. يعني إذا كانت الشحنة بوزيتيف بتتحرك بنفس اتجاه المجال، إذا كانت الشحنة نيجاتيف تتحرك بعكس اتجاه المجال. هلا في الاكزامبل تبعنا الشحنة تبعتنا شو هي؟ نيجاتيف، هاي شحنتنا سالبي، فهاي حتتحرك مع المجال ولا عكسه؟ مع المجال لا عكس المجال، ما حنقول عكسه. السالب عكس المجال، البوزيتيف مع المجال، فالسالب عكس المجال، فهاي حتتحرك لتحت، لأنها بالمنطق سالب مع سالب حيكون تنافر، يعني حتبعدها. بنفس الوقت موجب بوزيتيف مع النيجاتيف بدها تجذبها، وبالتالي بتكون الحركة لوين؟ للأسف. يعني دكتور هاي anyway. خطوط المجال حركتها من الموجب للسالب هيك، بس تأثيرها على الشحنات إما بكون من الموجب للسالب أو من السالب للموجب. 100% أنت بتحدد اتجاه القوة حسب نوع الشحنة. إذا كانت الشحنة فهمت. بوزيتيف بتحط اتجاه القوة بنفس اتجاه المجال، إذا كانت الشحنة نيجاتيف بتحط القوة عكس اتجاه ايش؟ المجال. طيب نشوف المطلوب الثاني. هلا في ناس هون شو بيعملوا؟ في ناس بيعتمدوا انه الشحنة أصلاً بنعوضها ايش؟ نيجاتيف، لأن شحنة الإلكترون أصلاً سالبي، فبيطلع هذا الجواب ماله؟ سالب. ولأنه طبعاً قاسم بيشتغل فيه قاعد. هيا يلا قاسم، هلا لانه الشحنه سالبه بنكون انه الاتجاه تبعها وين؟ نحو النيجاتيف واي، نحو النيجاتيف ايش؟ واي. هلا نروح نشوف المطلوب رقم بي. دكتور احنا حطينا السالب عشان هي عكس الاتجاه تحت. لا لا لا، حطينا السالب لانها الشحنه سالبه، لان شحنه الالكترون تمام. مالها سالبه. فبقول لك هون في ناس بيحلوا الاي بعوضوا السالب مباشرة، فبطلع معك الدايركشن من خلال الحل. هلا احنا في البداية حددنا الدايركشن تبع الاكسلريشن اللي هو باتجاه القوة، يعني عكس اتجاه المجال، فاذا انا اوريدي محدده بحطش سالب. هلا اذا انا مش عارف وين بعوض بدلالة السالب، وبطلع معاي ايش؟ الدايركشن within the solution. هاي اللي انا قصدته.
ايوه طلع هون تقريبا 3 و51 في 10 قوة 13. هلا المطلوب الثاني كان انه نحسب الزمن اللي استغرقه دخول الالكترون من اللحظة 00 لغاية ما خرج، انه قديش قعد الالكترون في منطقة المجال، كم اخذ وقت. هلا هون بدنا نشوف انه زي ما قلت لكم انه الازاحه الافقيه هي نفسها ال اللي هي عباره عن عشر متر. طيب هلا الفي اكس هاي ما بتتغير، لان انا قلت قبل شوي قلت في عندي بروجكتايل اللي في عندي في اكس وفي عندي ايش؟ في واي، اذا متذكرين. دكتور في مجال تكتب ان انت تحط ايدك احسن. اكيد اكيد بدي اكتب انا، بس على اساس انه بدي اعلق بس على السريع هون. ففي عندي اللي هي الدلتا اكس بتساوي الفي اكس في تي، منين جبناها؟ من العلاقه البسيطه اللي هي بتربط بين الازاحه والسرعه والزمن. دائما المسافه او الازاحه بتساوي السرعه ضرب ايش؟ الزمن، او الزمن بيساوي الازاحه على السرعه. هاي هي كانت الفكرة. بس خليني أوضح لكم هون كيف طلعت هاي. طلع علي كيف. أنا بداية ما بلشت أشرح قلت هذا بروجكتايل، يعني جسيم مكذوب. هلا البروجكتايل أوبجكت، بروجكتايل أوبجكت هاي فيها جزئية إنه إلها تو كومبوننتس. يعني هون الفي اول ما بلشت السرعه لاحظوا شو كان الدايركشن تبعها، كانت يعني بس على الاكس بدون واي. بس على الاكس بدون واي صح. بعديها هون صار ينشا عندي حولت الاكس لواي. واي، لا هو بضل في اكس بضل، بس يعني انه بس تحولت بصير جزء منها تزيد تحول الواي، بصير اخترت تزيد الاكس. الواي اكثر فاكثر صح بمرور الزمن. هلا بدنا ننتبه انه الاكس هاي الفي اكس الفي اكس الفي اكس هاي كونستانت، هاي مالها ما بتتغير. يعني مركبة السرعة السينية ما بتتغير في المكدوفات. ليه؟ لأنه ما في قوة بتأثر باتجاه الاكس اكسس. لما ما في قوه بتاثر باتجاه الاكس، الاكس كومبوننت ويل ستي كونستنت. هلا في قوه بتاثر باتجاه الواي صح ولا لا؟ اللي هي هاي مش كنا الشحنه هاي لما تدخل السالب بتتاثر بقوه كهربائيه اسمها كيو في اي اتجاهها للاسفل، وبالتالي بصير في عندي اكسلريشن على الواي، ما في عندي اكسلريشن على الاكس. عشان هيك رحنا استخدمنا هاي المعادلة في الإطار البسيط جدا جدا، ما استخدمنا معادلات الحركة. وإن كان بنقدر نستخدم نفس العلاقة، يعني هاي نجيبها هيك نقول إنه الإكس هيك، هاي الإكس بتساوي اللي هي الفي إنيشال إيش؟ إكس في تي زائد نص في اي اكس في تي تربيع. هلا بنيجي هون الاي اكس كم قيمتها؟ يعني هون هل في عندي اكسلريشن باتجاه الاكس اكسس؟ لا صفر. صفر. احسنتوا، يعني هون الاي اكس هذا ماله، هذا اولموست اصلا بيساوي زيرو. ليه؟ بنقول نو فورسز، السبب انه عندي no forces acting in the x direction، فيش عندي قوة بتأثر باتجاه الأفقي، وبالتالي ما في عندي acceleration. إذا هذا الحد كله ماله زيرو. شو طلع القانون تبعنا؟ هي x بتساوي v initial x في t، اللي هي هاي اللي هي نفسها مين؟ هاي الاكس بتساوي الفي اكس في ايش؟ في تي.
اذا بقدر اقول التي بتساوي الاكس دايركشن او الاكس ديسبيسمنت على ايش؟ على الاكس فيلوسيتي او الفيلوسيتي ان ذا اكس دايركشن، وبالتالي الاكس ديسبيسمنت هاي مسبقا سميناها ايش؟ ال حكوا علي، انا اسف. فالاكس دايركشن هاي قيمتها ال على الفي اكس. طب ال قديش طولها؟ يعني هي مقدار المسافه الافقيه اللي يتحركها الجسم، اللي هي طول اللوح. قيمتها 10 على الفي اكس. قلنا الفي اكس هاي كونستنت ما بتتغير، اللي هي نفسها الفي انيشال هاي هذول كلهم ما بتغيروا، وبالتالي اللي هي قيمتها 3 في 10 قوه 6، وبالتالي طلع معي الزمن اللي هي 3.33 في 10 قوه ناقص 8 سكند. عشان هيك هاي هي الفكرة شيء كانت. دكتور، المفروض انه الدلتا اكس اللي هي اكس الفاينل ناقص اكس الانيشال، بس اكس الانيشال لانها من الاوريجين فهي صفر. لأنها زيرو 100% 100% 100% صحيح. دكتور طب لو استخدمنا قوانين الحركة الثانية اللي هي تيل على اللي القوانين اللي اشتقيناهم بتطلع ايش؟ تطلع ايش؟ يعني على قانون الجذر اللي كتبتهم الثلاث حلول للتي. ماشي، بس هذيك السرعة اللي هناك احنا طلعناها، او اللي قبل احنا بنطلع السرعة باتجاه الواي. لا، احنا السرعة باتجاه الاكس كونستنت، صح؟ اما لما نعرف الفي فاينل واي بنقدر نحل ونطلع التي بنفس الآلية، بس بده يكون معروف عند الاتش اللي هي الواي ديسبيسمنت. المقصود انه انا استخدامي للمعادلات بيعتمد على شو المعطيات اللي عندي في السؤال. اما الاصل جميع المعادلات تؤدي نفس ايش؟ نفس النتيجه، بس زي ما قلت لكم بضل عندنا شغله واحده، انه انا شو الاشياء اللي جيفن في السؤال. طيب خلينا نكمل. إذا هي طلعنا الفكرة منها. هلا بضل عندنا اللي هي ايش؟ بده دكتور احكي. شطبته الحل؟ لا لا، ما هي مخزنة مسجلة المحاضرة، ما شطبت شيء. أنا حاليا شطبته من هون عشان أكمل حل السؤال، بس المحاضرة ما هي مسجلة. هلا المطلوب الثالث كان إنه نحسب اللي هو الفاينل بوزيشن لل التشارج بارتيكل الموجود عندي. هلا كيف بدي اوجد انا الفاينل بوزيشن؟ خليني بس ارجع هيك اشطب كل هذا هيك، بس عشان اوضح لكم اللي هي ايش فكره الفاينل بوزيشن. لما بحكي عن الفاينل بوزيشن ان جنرال، او بحكي عن يعني جنرال عن البوزيشن، لازم احدد اللي هي الكوردينيتس. يعني لازم احدد الاكس بوزيشن والواي بوزيشن. عشان هيك انا في عندي كلمه يعني وات از ذا فاينل بوزيشن، لازم اعرف اللي هي الاكس ديسبيسمنت واعرف الواي ديسبيسمنت، واكتب الاجابه النهائيه على شكل ايش؟ اوردر بير، يعني امكاني بدي احدد موضع نقطه معينه. هلا بالنسبه لهي الجزئيه، احنا الاكس بوزيشن معروفه. ليه؟ لانه هو كان دخل من عند الصفر وصفر اصبح عند هاي النقطه. هاي النقطه هاي لما طلع بالنسبه للاكس خرج من هاي النقطه. هلا هاي النقطه اللي عندي هون شو الكوردينيتس تبعوتها؟ الاكس صارت قيمتها ال والواي بعدها زيرو، مزبوط؟ يعني عند هاي النقطه هو الواي بعد ما تتحرك ما تغير الشيء، لكن المسافة الأفقية الإزاحة هاي كانت L. فبيطلع هسه طالب بيقول طب ما هو أصلا الجسم ما خرج من هون، الجسم خرج من هاي النقطة هون. فأقول له صحيح. فهاي النقطة حيكون الكوردينتس تبعوتها اللي هم L وإيش؟ وماينس Y، صح؟ دكتور يعني حددنا ريفرنس اللي هو الزيرو زيرو 100%.
لانه هو اصلا حكي لي انها الشحنه دخلت من عند الاوريجن، وبالتالي هاي الديسبليسمنت مكان الخروج حيكون قطع هوريزنتالي مسافه معينه قيمتها ال، وقطع فيرتيكالي مسافه معينه قيمتها ماينس واي، صح ولا لا؟ لان هو بيلو دكتور الاكس هل اكسس. بعطاني ال L والصفر اللي هي يعني ال X وال Y؟ ال ال والصفر انا بحكي عن هاي النقطه هون، بس الجسم هو تمام. حقيقة منين خرج؟ الجسم خرج من هون، من هاي النقطة هون. فأنا بدي هاي القيمة اللي هي L وماينس Y. هيك هاي اللي احنا معنيين فيها. عشان هيك لما أجي أحدد الأوردر بير لمنطقة خروج الجسم حيكون عندي هيك، يعني أنا اللي بدي إياه إنه يخرج الجسم من النقطة اللي إحداثياتها L وماينس إيش Y. هلا هي ممكن تكون عند حدا يعني يقول لي إيش السالب، السالب بس أنا كاتبه هون عشان أورجيك إنه هو النقطة يعني below origin، يعني في الجزء اللي جاي تحت إيش ال X أو ال horizontal line. نروح نوجد ال L، we know L، ما في داعي انه نحسبها، بضل نحسب الواي. هلا عشان نحسب الواي اذا متذكرين نقول انه الديسبليسمنت شو كان قانونها؟ هيك الدي اللي انا حاليا بدي احط محلها ايش؟ بدي احط محلها واي. ليه؟ لان انا بدي الواي ديسبليسمنت. هلا هاي شو بتساوي؟ هاي بتساوي في انيشال واي في تي بلس هاف اي تي سكوير، بس اني اي الاي واي. طب ليش قاعد بدخل واي في كل شيء؟ لانه انا بدي احسب الازاحه الصاديه، الازاحه العموديه الراسيه، فالسرعه اللي بدي اتعامل معها لازم تكون السرعه الصاديه، التسارع اللي بدي اتعامل معه بده يكون التسارع الصادي. هلا هاي الانيشال فيلوسيتي على الواي قديش كانت؟ صفر احسنت، صفر صفر. قلت له هذا الحد كله بروح. هون الجسم لما دخل منطقة المجال دخل بسرعة سينية أصلاً، وبالتالي ال V initial Y هون هاي equal إيش؟ زيرو زائد. طيب ليش قلت زائد ما قلت ناقص؟ طلع لأنه الاكسلريشن في اتجاه المجال عكس اتجاه المجال. اوكي بس ريفريز، يعني عيد صياغتها العبارة. إذا لأنه قلت ناقص لازم نعوض بالاي ناقص سعيد، لأنه الإزاحة والحركة والاكسلريشن هافينج ذا سيم دايركشن. الجسم ازاحته الصاديه لوين؟ للاسفل، اذا هذا هو الدايركشن اوف موشن صح؟ والاكسلريشن وين كان؟ اذا متذكرين كان هون الاكسلريشن الاي واي. والسرعه وين كانت بتزيد؟ هيك. فعشان هيك انا كل شيء عندي الحركه والتسارع والسرعه والقوه كلهم بنفس الاتجاه. فاحنا اذا متذكرين في احدى المحاضرات قلنا انه لما بتكون عندي الحركه بنفس اتجاه القوه بحط بلس، لما الحركه بعكس اتجاه القوه بنحط نيجاتيف. فهون انا عندي الحركه باتجاه ايش؟ القوه. عشان هيك بصير عندي نص الاي واي. متذكرين شو كان قانونها؟ كيو في اي على ايش؟ على ام، مظبوط، في تي سكوير. التي سكوير اذا متذكرين طلعناها 3.33 في 10 قوة سالب 8 الكل ايش؟ تربك. نروح نعوض الشحنة 1.6 في 10 قوة ناقص 19 في طبعا بالسالب في ال اي كانت اللي هي 200
الام كانت 9.1 في 10 قوة ناقص 30 31 في مضروب هذا الرقم هو 3.33 في 10 قوة ناقص 8 الكل ايش؟ تربيع، بيطلع لنا في الاخر اللي هو ايش؟ قيمة الواي. هاي كانت ايش؟ الفكرة من الموضوع. هلا الإجابة طبعا هيها لحتى تشوفوها، بس هيها اللي هو الجواب النهائي، هيها تطلع عندي ال دكتور بس غلبك خليها يعني. اوكي الواي فاينل، هيها بتطلع اللي هي سالب 1.95% سنتيمتر. هلا بهاي السلايد بكون هذا التشابتر انتهى بكل جزئياته، فاللي حنعمله انه نشوف هيك بشكل سريع، ندخل على تشابتر 2. هاي كانت اللي هي الملخص بشكل سريع انه الشحنات ممكن تكون بوزيتيف اور نيجاتيف، التشارج از ديسكريت كونزيرفد يعني ما بتاخذ الا كميات محدده، الشحن المحفوظه اذا متذكرين كنا حاكيين انه لايك تشارجز ريبل اوبوزيت تشارجز اتراكت. الماتيريالز اللي تعرفنا عليهم كان في عندنا انسوليترز، هذول ما بمرروا ما بيسمحوا بحركه الشحنات داخلهم في وجود فرط جود. سيمي كوندكتر اللي هي اشباه موصلات، وفي عندنا كوندكترز. القوه الكهربائيه اللي تعرفنا عليها اللي هي كانت كولوم سلو. الالكتريك فيلد هو عباره عن الفورس بير يونت تشارج اذا متذكرين، اللي هي مكان الوحده تبعتنا اللي هي نيوتن لكل كولوم. الشحنات هي مصدر ايش؟ الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد اوف تشارج هاز دايركشن سيم از فورس دايركشن اون اذر بوزيتيف ايش؟ تشارج. هلا اللي هي مكانها نقول دائما اذا الشحن بوزيتيف بكون القوه والمجال بنفس الاتجاه. هلا خطوط المجال بتساعدنا تو فيجوالايز فيلد دايركشن اند سترينث. التشارجز اندر الكتريك فورس ويل اكسلريت. هلا هاي هي كانت الفكره من الموضوع. بدي حاليا اعطيكم بريك 10 دقائق عشان نبدأ بشابتر اللي بعده مباشرة، وبالآخر نتفق على موعد للكوز. إلى حينه بدي أعمل حاليا بوز ريكوردينج، ولما أرجع أبدأ ذكروني إنه نشغل التسجيل. أوكي يعطيكم العافية الجميع. نرجع نكمل مكان ما وقفنا، وحنبدأ في تشابتر 2 على السريع اللي هو جاوس او جاوسز لو. هلا الجزء الاول اللي خلصناه كنا بنحكي عن كيف نحسب المجال الكهربائي الالكتريك فيلد الناشئ عن بوينت تشارجز، يعني اذا كان في عندي الكتريك فيلد ناشئ عن شحنه كهربائيه نقطيه، او نحكي عن اليونيفورم الكتريك فيلد مثل اللي الالكتريك فيلد اللي بينشا بين صفيحتين، واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف. في تشابتر 24 حناخذ اللي هو الالكتريك فلكس اللي هو التدفق الكهربائي، فلكس معناها تدفق. حناخذ جاوسز لو قانون جاوس اللي حيكون تركيزه الاساسي كيف نحسب الالكتريك فيلد الناشئ عن continuous charge distribution، يعني يكون في عندي انا مش بوينت تشارج، يكون في عندي صفيحه بليت thin بليت او thick بليت مشحونه، او مثلا ناخذ عن line charge distribution مثل انه
عندي شحنات مرتبة بجانب بعضها البعض as a wire، كأنها سلك. وفي عندنا ال volume charge distribution، بيكون في عندي تجمع من الشحنات على شكل كرة مثلا، ونحسب الإلكتريك فيلد الناشئ عنها. هلا وبعدين نشوف تطبيقات جاوس لو زي ما حكيت على الفيريس تشارج ديستريبيوشن، اللي هي اللاين تشارج ديستريبيوشن، الاريال تشارج ديستريبيوشن، والفوليوم تشارج ديستريبيوشن. هلا ونحكي بعديها اخر في اخر جزء اللي هو الكوندكترز ان الكتروستاتيك ايكوليبريم. هلا نروح للجزء الاول. ايوه حنغطي في هذا، يعني هذا كانها الماب كيف حنمشي في هذا التشابتر. حناخذ الالكتريك فلكس، جاوس لو، ابلكيشنز، سفيريكال سيمتري، سلندريكال سيمتري، وبلانر ايش سيمتري. المقصود في السفيريكال سيمتري اللي هو انا زي ما حكيت في عندي تجمع من الشحنات على شكل كره، او اصلا موصل كروي يحمل ايش شحنات معينه، لكن احنا بالاساس حنركز على تجمع من الشحنات على شكل كروي، او سلندريكال سيمتري حنشوف كيف الفكره من انه اذا كان في عندي الشحنات موزعه على سلك مثلا، وبالتالي حيكون في عندي سلندريكال سيمتري في هاي الحاله، او بلانر سيمتري زي الشحنات الموزعه على صفيحه رقيقه او صفيحه with some thickness، وهي حتكون عندي بلانر سيمتري. بلانر مأخوذة هون من بلين. ونشوف التشارج بايسوليتد كوندكترز. هلا في الجزء الاول هيو حكينا هون بشكل سريع، هذا الجزء النظري نحكي بشكل سريع، وبفصل طبعا كل شيء موجود هون. اول شيء في جاوسز لو هو عباره عن alternative procedure for calculating the electric field especially for highly symmetric charge distribution. نكتب هذا دكتور لا ما هو موجود في التسجيل، يعني قصدي ما في داعي انك تكتبه كتابه، بتقدر تفتح اي وقت لما ببعث لكم رابط التسجيل بتقدر تكتب، وما بتسحبه او انه يعني بتكتبه على راحتك. يعني مثل ما حكيت انه جاوسز لو الفكره منه انه كيف احسب انا الالكتريك فيلد الناشئ عن توزيع للشحن الكهربائيه بتماثل هندسي عالي. هلا الفكره من جاوس لو انه هو بنسب الالكتريك فيلد ات بوينتس اون ا كلوزد جاوسيان سيرفيس، وحنحكي شو هو الجاوس سيرفيس او الجاوسيان سيرفيس، تو ذا نت تشارج انكلوزد باي ذات سيرفيس. يعني بنسب انه شده المجال الكهربائي الناتج عن تجمع معين من الشحنات محصوره داخل سطح معين. هلا كانه بدنا ندخل مفهوم الفلكس، مفهوم التدفق. هلا في جاوس لو احنا بنتعامل مع هايبوثيتيكال كلوزد سيرفيس، يعني هو حقيقه السطح اللي بدنا نحكي عنه اللي حنسميه سطح جاوس او جاوسيان سيرفيس، هذا مش موجود حقيقه. يعني نحكي عن شيء افتراضي، هايبوثيتيكال. هايبوثيتيكال معناته افتراضي، بيحوي هذا السيرفيس، بيحوي في داخله توزيع معين للشحنه. وهون هيو حاكي لنا هون ايش بنحب نقصد في الجاوسيان سيرفيس، انه ممكن يكون اي شكل، بس في عندنا شرط على هذا الشكل. هيو the shape must be taken so that it minimizes our calculations of the electric field. الشيب depend on symmetry of charge distribution. يعني هلا اذا كان عندي التجمع كروي حيكون انسب سطح جاوس الي اني اخذ كره، يعني اتعامل مع سطح كره زي مثلا كره القدم. افترض انه في داخلها عند السنتر تبعها في عندي شحنات كهربائيه، وبالتالي بيكون هذا سطح الكرة ممكن اعتبره سطح جاوس، بحيث انه يحيط بهذه ايش
الشحنات within certain symmetry، لازم يكون في عندي تماثل هندسي معين. هلا حرجع اشرح، هلا بفتح لكم بس اخلص هذولا، بنروح على وايت بورد وبنشرح هاي التفاصيل هناك. هلا في عندي مفهوم الفلكس. هلا فكره التدفق بنبدا فيها من جزئيه بسيطه. هلا كلمه التدفق احنا مرتبطه عندنا بتدفق الماء في داخل، لما نحكي مثلا عن تدفق الماء في الانابيب، فبنقول انه يتدفق الماء في الانبوب. هلا بنحكي نفس المفهوم نفس الفكره لما بنحكي عن تدفق الهواء من الشباك. يعني تخيل انه انت بالصيف مثلا الجو حر، فتلقائيا بنروح باتجاه انه احنا نفتح الشباك على اساس يدخل منه الهواء. واذا كنتوا تلاحظوا انه تدفق الهواء بيعتمد على قديش احنا فاتحين الشباك، يعني فاتحين الشباك كله، فاتحين نص الشباك، فاتحين جزء بسيط من الشباك. وبنفس الوقت حنشوف انه كمان بيعتمد على اتجاه دخول الهواء من الشباك. يعني تخيلوا انه انت الشباك اللي عندك غربي مثلا وكان الهواء شمالي، حتلاحظ انه تدفق الهواء من هذا الشباك حيكون في المينيمم. لكن اذا احنا فتحنا الشباك تبعنا باتجاه الغرب والهواء غربي، حلاحظ ان تدفق الهواء من الشباك عالي جدا. فكأني بقول انه مقدار تدفق الهواء من الشباك بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على اتجاه حركة الهواء نحو هذا الشباك، او كأني بدي اقول الزاوية اللي بين سرعة الهواء والاريا اللي موجودة عندي اللي هو سطح ايش؟ الشباك. عشان هيك خليني هون اروح اعملكم شير على وايت بورد اشرح الفكره ايش الاساسيه من جاوس. حرك هاي شوي هيك ونبدا الشرح. هلا في جاوس لو الفكره منها انه انا ممكن يكون عندي الشحنه هي، ممكن يكون عندي مجموعه من الشحنات الكهربائيه متجمعه مع بعضها البعض بهذا الشكل. هون هاي مجموعه من الشحنات بهذا الشكل هيك، وهذا ممكن وين يكون؟ لاحظوا انه في النواه تبعت الذره انا ما في عندي بروتون واحد، اذا ما كنت بحكي طبعا عن ذره الهيدروجين. بدي اخذ مثلا لو حكينا مثلا عن ذره الصوديوم مثلا، في عندي 11 بروتون. هلا في هاي الحاله لما اجي احسب انا ما في عندي شحنه نقطيه واحده الا اذا بتعامل مع النواه ككل انها عباره عن جسم واحد مشحون. ليه؟ لانه النواه حجمها كثير 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 صغير، فممكن اني اعمل عمليه التقريب. لكن بدي افترض انه انا في عندي عده شحنات نقطيه مجمعه بجانب بعضها البعض بطريقه او باخرى على شكل اللي انتم شايفينه. هلا هاي لو بدي احسب المجال الكهربائي عند هاي النقطة، ممكن انه بطريقة جاوس ناخذ سطح افتراضي زي هيك، هذا السطح الافتراضي يحيط بالشحن الكهربائي. وبالتالي بدي اقول بما انه التجمع اللي عندي تشارج ديستريبيوشن ماخذ شكل سفيريكال، فما باخذ دائرة باخذ سفير. يعني هذا الشكل المرسوم ظاهريا انه هو دائرة، لكن أنا بحكي عن سفير، بحكي عن كرة تحيط بهذه الشحنات. هلا ممكن يكون في عندي إنها الشحنات يعني موزعة على شكل زي هيك، إنها الشحنات بجانب بعضها إيش البعض. تخيل زي كأني ماخذ كيف حبات المسبحة، لو اعتبرت إن كل واحدة فيهم عبارة عن شحنة مع طبعا تصغير الحجم، فكأنه أنا عندي مجموعة من الشحنات المتراصة بجانب بعضها البعض على شكل خيط. ففي هاي الحالة سطح جاوس بده ياخذ اللي هو شكل اللي هو السلندريكال سيمتري. هلا يعني فباجي باخذ بفترض انه سطح جاوس شيء زي هيك. بهذا الشكل. أو ممكن يكون في عندي شيت. بهذا الشكل.
صفيحة رقيقة جدا جدا، على اعتبار انها عبارة عن شحنة بجانب شحنة بهذا الشكل هيك، والشحنات متراصة في بعض حول بعضها ايش البعض، بحيث تشكل كأنها صفيحة من ايش الشحنات. واحنا احيانا بنتعامل مع بنقول ثين بليت، مقصود في هاي الثين بليت انه الثيكنس تبعها هو سمك الشحنة الواحدة، او احيانا ممكن يكون في عندي ثيك بليت بهذا الشكل هيك. انا هون في عندي ايش صفيحة ولكن ذات ثيكنس معين، وايضا عليها ايش الشكل بيختلف على حسب ترتيب الشحنات. 100%. احنا بعنينا كثير هون اللي هو السيمتري، انه شو طبيعة التماثل الهندسي اللي انا ايش بحكي عنه. هلا في حالة البليتس، في حالة البليتس تخيلوا انه انا في عندي قطعة عجين، هاي قطعة العجين لو رقيناها بحيث صارت على شكل ايش صفيحة رقيقة إلها ثيكنس ثابت بهذا الشكل. بس عن إذنكم شوي أرد على التلفون، تحملوني. قدراتك دكتور. حقكم علي، انا بعتذر. فاللي قصدته انه لما انا بس بدي تفهموا فكره اللي هي التشارج ديستريبيوشن، لما انا بحكي عن في عندي سيمتري عاليه، لو افترضنا انه هاي قطعه العجين اللي احنا ركناها وصارت على شكل بليت، اذا كان الثيكنس تبعها في تماثل عالي، تخيلوا لو جبت انا قالب البيتي فور، تعرفون قوالب البيتي فور الصغار هذول تبعوت الكعك اللي على شكل دائره او على شكل مستطيل، لو جبنا القالب الدائري مثلا تبع شكل البيتي فور، وجينا عملنا قطع هيك، تعرفوا كيف بنعمل هذا القطع، بنيجي نضغط على القالب في هاي المنطقه بناخذ قرص دائري وهكذا وهكذا هيك بهذا الشكل. هلا اذا كان عندي توزيع العجين على هاي القطعة اللي أنا ركيتها ضغطتها، إذا كان التوزيع ذو تماثل هندسي عالي، يعني الثيكنس تبع البليت ما بيختلف من نقطة لأخرى، وتوزيع الماتيريالز في داخل العجينة تبعتي منتظم، الأصل أي قرص من هذول بطوله وبروح بحسب كتلته، تكون كل الأقراص اللي أنا عملتها إلها نفس إيش الكتلة. في هاي الحالة بكون في عندي، أنا بقول في عندي تماثل هندسي عالي في هاي الحالة، شغلي كان كثير دقيق. فأنا عشان هيك بدي أفترض أنه في حالة البليت بدي أخذ الجاوس سيرفيس على اعتبار أنه كأنه سيلندريكال سيرفيس، على أساس أني أغطي مساحة معينة من الشحنات، سواء غطيتها من هاي النقطة من هاي النقطة من هاي النقطة ما حيختلف. ليه؟ لأنه حيكون كمية الشحنة في داخل هاي الدائرة اللي أنا حصرتها فيها
من اي نقطه الا نفس المقدار. فهي المقصود انه هون انا في عندي تماثل هندسي عالي، يعني التشارج ديستريبيوشن لما باخذ انا منطقه معينه سم اريا من مكان لاخر ما حتختلف كميه الشحن within this area. فهي المقصود انه عندنا في التماثل ايش؟ الهندسي لهي الجزئيه. طيب هلا نروح لفكره ثانيه، انه اللي احكاها احد زملائكم انه عاده شكل التشارج ديستريبيوشن الموجود عندي هو اللي بيفرض علي شو اختار يكون شكل الجاوسيان سيرفيس. فعشان هيك هذا اللي هون هذا بنسميه جاوس سيرفيس، هذا اللي هون بنسميه جاوس سيرفيس، هذا الجزء اللي هون من هذا الطرف هيك واحد منهم، والطرف الاخر اللي تحت هيك ايضا بنسميه ايش؟ بنسميه جاوس سيرفيس. هلا بظل انه احنا عشان نتعامل مع الجاوسيان سيرفيسز او تو يوز جاوس لو تو كالكوليت ذا الكتريك فيلد، بيلزمني افهم جزء مهم اللي هو دكتور، يعني ليش بيفرضوا هيك شكل حوالين الشحنات؟ يعني مش فاهم. لانه احنا بالشكل الاساسي احنا متفقين انه لما بدي استخدم جاوس لو لازم يكون في عندي هاي سيمتري، لازم يكون في عندي تماثل هندسي عالي. وهذا اللي انا حاولت اوضح لكم اياه من خلال فكره اني اجيب قطعه العجين واركها واعمل منها قطع البيتي فور. هلا لو كان انا اقراص البيتي فور اللي سحبتهم من هاي العجينه وزنتهم وطلعت كتلهم مختلفه، معناته انا ما في عندي تماثل، ما في عندي توزيع منتظم للشحنات. هلا اللي احنا بدنا نتعامل معه يكون في عندي توزيع منتظم. يعني لو افترضت انه تخيل كيف، عشان اقرب لكم الفكره كمان مره، لو كان انا فعليا خلطت، طلعوا كيف، خلطت رمل وحجار هيك حب اللي هو الرمل مثلا، خلطته مع شويه اسمنت وعملت وصبيته في ماسوره 1 انش، يعني بالمعنى البسيط تخيل لو اني انا جبت ماسوره 1 انش بهذا الشكل وجبت خلطت الرمل مع الاسمنت والمي وصبيتهم في داخل هذا الانبوب. هلا بعد ما نشفت شلنا الاطار الخارجي، ظل عندي اللي هو قالب الاسمنت والرمل. اذا كان التوزيع تبعي منتظم، توزيع حبات الرمل في الخلطه اللي انا عملتها منتظم، لازم يكون عندي كتله اي جزء، جينا قطعنا هذا الجزء فقط بطول مثلا 2 سم، او جينا من هون قطعنا جزء بطول 2 سم، الاصل انه كتلة كل جزء منهم تساوي كتلة باقي الأجزاء. هذا الحكي شو معناه؟ معناته المادة تبعتي اللي هي الإسمنت والرمل كانوا مخلطين بشكل واضح بشكل متماثل. هلأ إذا كان في اختلاف في الكتلة معناته ما في عندي توزيع منتظم للمادة في داخل القالب تبعي. مظبوط. عشان هيك احكي تفضل. إيه يعني دكتور، الشحنات هي عبارة عن المواد المخلوطة بالمثال. كأنه في المثال أنا بدي أحكي لك أقرب لك فكرة إنه التوزيع المنتظم للشحنة، إنه ما في عندي جزء فيه شحنات أكثر من الجزء الآخر. فأنا بحاول من خلال مثال الكتلة وخلطة الرمل والإسمنت إني أقرب لكم الفكرة لفكرة اللي هي التوزيع المنتظم للشحنة. لازم تكون الشحنة عندي موزعة بانتظام على الطول أو على المساحة أو على الحجم. يعني المسافة اللي بين الشحنات تكون مقدار ثابت. هاي شغلة، وكمية الشحن مقدار ثابت. يعني تخيل لو كان في عندي أنا هذا السلك هيك، هذا السلك يحمل شحنة معينة من نسميها مثلا لامدا كولوم لكل إيش متر. أنا في عندي سلك رفيع جدا جدا يحمل شحنة موجبة مثلا. مثلا معنى التوزيع المنتظم للشحنة إنه لو جينا أخذنا طول معين من هون، خلينا نفترض انه هو ايش؟ 1 سنتيمتر. وهون من هاي المنطقة أخذنا ايش كمان؟ 1 سنتيمتر ايش؟ متر. معنى التوزيع المنتظم للشحنة إنه عدد الشحنات في هذا الجزء من السلك لازم يساوي عدد الشحنات في
في هذا الجزء من السلك. في هذه الحالة بقول إنه موزعة بإيش؟ الشحنة موزعة على الطول بانتظام. أو هون الشحنة موزعة على المساحة بإيش؟ بانتظام. أو هون الشحنة موزعة على الحجم بانتظام. يعني ما في عندي منطقة تحمل مقدار من الشحنة أكبر من منطقة أخرى. عشان هيك إحنا كنا بنتعامل مع التماثل الهندسي. ليه؟ لأنه إذا كان هذا المقدار أو هذا الطول يعطي أو يحمل نفس المقدار من الشحنة زي هذا إيش؟ زي هذا الطول، فلما بحسب المجال الكهربائي من أي جزء منهم بقدر أعممه على إيش؟ على الكل. هاي هي الفكرة من العملية اللي إحنا بنعمل فيها هون، اللي هي قانون جاوس والتدفق الكهربائي. طيب خلينا نشوف فكرة إيش؟ التدفق. هلا كلمة التدفق كنا هو يعني مفهوم عام، ممكن نحكي عن تدفق الماء، ممكن نحكي عن تدفق الهواء، ممكن نحكي عن الغازات بشكل عام، ممكن نحكي عن أشعة الشمس اللي بتخترق مثلا مساحة معينة على سطح الكرة الأرضية. أو أنا هون في تعاملي بدي أحكي عن التدفق الكهربائي. هلا فكرة التدفق الكهربائي أنا بدي أحكي عن عدد خطوط المجال الكهربائي اللي بتخترق مساحة معينة باتجاه عمودي عليها. هلا عشان يعني أوضح لكم فكرة اللي هي الإلكتريكال فلوكس، هذا الفلوكس فاي نعطيه الرمز اللي هو مقصود فيه التدفق، إذا حطينا قبله إلكتريك أو إلكتريكال بصير بيحكي عن تدفق كهربائي، يعني أنا قاعد بحكي عن تدفق إيش؟ كهربائي. طب التدفق الكهربائي شو الإشي اللي بيتحرك عندي أنا؟ يعني في حالة الهواء في عندي تيار هوائي، في حالة الضوء في عندي أشعة ضوئية، في حالة المي في عندي جزيئات الماء. طب في حالة الشحنات الكهربائية الشحنة نفسها ما بتتحرك. رمز التدفق اللي إلكترونات. هي فاي. فاي، نعم صحيح. هلا حتى يا نعمة الالكترونات انا ما بحكي عن في هذا الجزء من الكتاب، احنا بنحكي عن الستاتيك تشارجز اذا متذكرين. احنا بنحكي عن الستاتيك تشارجز، بحكي عن الشحنات الكهربائيه الساكنه، فالشحنه نفسها ما بتتحرك. الشحنه الكهربائيه اللي بتولد المجال ما بتتحرك. معناها فبصير نحكي عن خطوط المجال. بصير نحكي عن خطوط المجال اللي حكينا عنها، اللي هي خطوط تخرج من الموجة بتدخل فيش في السالب. هلا عشان هيك لو كان في عندي، لو كان في عندي سيرفس معين زي هيك، وهي كمان سيرفس، وهي كمان سيرفس، هم كلهم هذول السيرفس اللي برسم فيهم انا، هذول كلهم متماثلين في ايش؟ في المساحة. هلا هون انا اطلع كيف عندي شكل خطوط المجال الكهربائي هيك. هاي ايه؟ هون عندي خطوط المجال الكهربائي هيك. هاي ايه؟ هون عندي خطوط المجال الكهربائي هيك. هاي ايه؟ وهون عندي خطوط المجال الكهربائي هيك. في الأربع أشكال لو جينا ناخذهم شكل شكل، هل هناك تدفق لخطوط المجال الكهربائي من وحدة المساحة اللي أنا راسمها في الشكل A B C و D؟ في الشكل A في أنت تدفق لخطوط المجال عبر المساحة؟ لا، أنا ما اخترقتش السطح. ممتاز جدا جدا، خطوط المجال ما اخترقت السطح أصلا. زي كأني أنا قلت إنه الشباك تبعي اللي في الغرفة غربي، الشباك تبعي باتجاه الغرب مساحته يعني، والهواء شمالي، الهواء بفوت على الغرفة؟ لا تلقائيا لا، ما بيدخل الهواء على الغرفة. هلا هون لاحظوا في الشكل بي في تدفق. ليه؟ لأنه خط المجال أو خطوط المجال اخترقت المساحة. لكن قارنوا بين بي وسي ودي،
وين بيكون تدفق خطوط المجال اعلى؟ بدي في دي بيكون التدفق لخطوط المجال اعلى ما يمكن. ليه؟ لانه خط مضبوط، المجال لأنه أكثر واحدة مباشره منتظمة. 100% بدخل عموديا على المساحه. عشان هيك كلمه التدفق او الفلكس فاي كثير بركز على موضوع المساحه، بركز كثير على موضوع المساحه والزاويه اللي بيصنعها خط المجال مع العمودي على هذه المساحه. وهذا اللي انا بدي اوضحه حاليا. خط المجال في دي يخترق المساحه باتجاه عمودي عليها، يعني كاني بقول لكم كل جزء من خطوط المجال حيخترق هاي ايش؟ حيخترق هاي المساحه. لكن في هاي الحاله، في هاي الحاله خط المجال هذا اللي هون له تو كومبوننتس، ها له مركبتين، واحد هون وواحد هون، صح؟ هذا الجزء اللي هون، هاي المركبه هاي لم تخترق السطح، وبالتالي بتكون قيمه المجال اللي اخترق المساحه تبعتي قليله. نفس الاشي هون، هاي في عندي هون جزء وهون في عندي ايش كمان جزء، هذا الجزء ايضا لم يخترق السطح لانه كان موازيا له. وبالتالي انه في اي حلاحظ انه الفلكس عند دي اكبر من الفلكس عند سي، اكبر من الفلكس عند بي، اكبر من الفلكس عند ايش عند اي، واللي اصلا عند اي كان اصلا زيرو فلكس. هاي المفهوم الاساسي البسيط للتدفق. تفضل. في مجال بس تعيد لنا، تعيد لي هاي بس اللي عملت اخر شيء بالاخضر تدفق. اوكي، بقول انه احنا كلنا متفقين انه التدفق عند النقطة دي او في الحالة دي اكبر ما يمكن. ليه؟ لانه خط المجال كله دخل وحدة المساحة، مظبوط يا خالد؟ في الحالات سي وبي قلنا انه التدفق بيكون اقل. ليه بيكون التدفق اقل؟ لانه هذا الالكتريك فيلد اللي عندي هون هذا له تو كومبوننتس، واحد بارلل تو ذا سيرفيس وواحد نورمال تو ذا سيرفيس، واحد موازي للسطح وواحد عمودي على السطح. هلا هذا الجزء اللي موازي للسطح هل يخترق السطح؟ لا. في حاله بي الجزء الموازي للسطح بيخترق السطح؟ ايضا لا. عشان هيك بيكون التدفق في اي كبير، لانه جميع خط المجال، جميع خطوط المجال اخترق. في الحاله سي لا، جزء من خط لأنه المجال، عمود يعني. جزء من خط المجال اخترق اللي هو الجزء العمودي هذا. وفي الحاله بي نفس الشيء، هذا الجزء اللي اخترق خط او وحده المساحه. في الحاله ايه صفر. ليه؟ لانه اصلا الالكتريك فيلد كله كان باتجاه الاكس، ما فيش له اصلا كومبوننت عموديه على السطح، وبالتالي الفلكس عند اي بيساوي صفر. فهذا الجزء مهم جدا جدا نفهمه. طيب لو جينا اخذنا الفلكس، هيك الفلكس فاي شو قانونه؟ قانونه اي دوت اي. الفلكس عندي هون هو حاصل الضرب النقطي لمين؟ للالكتريك فيلد في الاريا، في مساحه السطح اللي انا بتعامل معه، اللي هي هاي هي المساحه اللي انا بتعامل معها هون او هون. فبشكل عام الفلكس دائما هو عباره عن حاصل ضرب نقطي للمجال في المساحه. عشان هيك لما نروح في الاخر ممكن ناخذ اللي هو الماجنتيك فلكس، حنلاحظ انه ايضا الماجنتيك فلكس بي دوت اي اللي هو المجال المغناطيسي ضرب ايش المساحه. فهاي كانت ايش الفاي اللي هي اي دوت اي. طيب الدوت برودكت عاده شو بعطينا يا شباب؟ بعطينا لازم تو ساين ولا كومبوننت اكس كوساين؟ واي. لا لا، ما فهمتوش قصدي. لما الدوت برودكت، لما ناخذ الماجنتيود للدوت برودكت بعطينا كوساين ثيتا ولا ساين ثيتا؟ كوساين ساين بعطينا دكتور. كوساين، كوساين صحيح. فهي بتعطينا اللي هي ايش اي اي كوساين ايش ثيتا. عشان هيك لاحظوا انه بصير مهم بالنسبه لي والكم
انه وات از ثيتا، هاي الزاوية شو هي؟ لازم نتفق على تعريف اللي هي للزاوية. دكتور الزاوية اللي بيميل فيها خط المجال عن محور السطح. قصدك عن العمودي على السطح. هو يعني النقطة الواقفة. بالضبط. هلا بنيجي بناخذ هون سيرفس معين، هيك هي في عندي هون سيرفس، هذا اللي بدي ارسمه هون حاليا، هذا الخط هو بنسميه نورمال تو ذا سيرفس، هذا اللي هو الان النورمال، وفي ناس بحطوا له الان هات كانه يونت فيكتور. متذكرين اليونت فيكتورز اللي هم الاي والجي والكي؟ متذكرين كان في عندنا يونت فيكتورز اللي هم اي، هذا يونت فيكتور ان ذا اكس دايركشن، الجي كان يونت فيكتور ان ذا واي دايركشن، والكي كان عندنا يونت فيكتور ان ذا زد دايركشن. هلا الاريا بنتعامل معها انه في عندنا يونت فيكتور على الاريا، هذا بنسميه الان او الان هات، هيك هو اليونت فيكتور اوف اريا، هذا بيكون دائما اتجاهه عمودي على السطح باتجاه الناظر. كيف يعني باتجاه الناظر؟ يعني اذا كانت عينك انت هون المشاهد في هاي المنطقه بتشوف النورمال اتجاه عينك، لو كانت المشاهد عينه تحت يعني بتطلع من هون بنشوف انه النورمال لوين؟ لا لتحت. فدائما اليونت فيكتور للاريا هو اصلا كانه بحكي عن يونت فيكتور ان ذا دايركشن اوف the observer، يعني عمودي على السطح باتجاه النظر. طب كيف يعني عمودي على السطح؟ يعني لو قلت لك هاي الانجل اللي هون، هاي هيك، هاي يعني يصنع زاوية 90 درجة مع هذا السطح. طيب نشوف هسه فعليا ايش المقصود في باك القانون. هلا الاي انا بتعامل مع خط المجال الكهربائي، فلو كان خط المجال الكهربائي تبعنا هون هيك جاي، هذا هو خط المجال زي اللي مرسوم في الحاله بي وسي. لاحظوا في الحاله بي وسي خط المجال يخترق وحده المساحه بحيث يصنع زاويه. هلا وين هاي الزاويه؟ شو تعريفها؟ الزاويه بالنسبه لنا ثيتا هي هاي الزاويه اللي بين خط المجال والعمودي على المساحه، هاي هي الانجل ثيتا تبعتنا. فدائما انا بالنسبه لي انا باخذ الزاويه بتعامل مع الزاويه المحصوره بين خط المجال والعمودي على المساحه. عشان هيك في هاي الحاله، في هاي الحاله هاي الانجل ثيتا هون، لانه كوساين التسعين واحد دكتور، فبتطلع يعني اكثر من شيء. عليكم، وهاي في هاي الحاله هاي الانجل تبعتي ثيتا. طيب الكوساين والزاوية شو العلاقة اللي بينهم؟ عكسية، كل ما زادت بتقل 100%. أو لا لا العلاقة عكسية بين ثيتا وكوساين ثيتا، لأن لما تكون ثيتا صفر، ثيتا بتساوي صفر، هذا بعطيني إنه الكوساين تبع الصفر ماكسيمم اللي هو بيساوي قديش؟ واحد. لما تكون الزاوية عندي مثلاً 60 درجة بيطلع الكوساين تبع الستين نص، لما تكون الزاوية 90 بتلاحظوا انه الكوساين تبع التسعين كم بيساوي؟ صفر. فكل ما زادت الزاوية الكوساين تبعها بقل، عشان هيك قلنا الفلكس عند سي اكبر من الفلكس عند بي، لأن لاحظوا في حالة سي الزاوية قليلة صغيرة فالكوساين تبعها عالي، في حالة بي الزاوية كبيرة فالكوساين تبعها قليل. فإحنا معنيين في هذا إيش الشيء. هلأ بدكم تنتبهوا إنه أحيانا بعطينا في السؤال بعطينا الأنجل هاي لهاي الزاوية ألفا، إحنا ما بنتعامل مع الألفا. يعني لو قلت لك إن هاي الزاوية بتساوي 50 بتقول لي لا انا ما بدي اتعامل مع ال 50، بدي اتعامل مع بتصير مين؟ 50 ناقص 90 ايوه اللي هي بتعامل مع ال 40. 40. يا عيني عليكم، هاي هي الفكره اللي احنا بدنا ندير بالنا عليها في هاي الجزء.
ففي الجزء الاول بدنا نتعلم كيف نحسب الفلكس، وبعدين نروح نستخدم قانون جاوس اللي اصلا بتعامل مع الفلكس والالكتريك فيلد والمساحه. فعشان نفهم قانون جاوس لازم نفهم مفهوم ايش، او نتقن فكره هاو تو كالكوليت ذا فلكس. طيب نروح لايش جديد، هون للوح جديد. لو كان في عندي انا هون معطيك الاريا انها عباره عن قرص، او نخلينا على الشريحه اللي زي هيك، هاي عباره عن سطح معين ابعاده، هاي عباره عن 2 متر، وهذا اللي هون عباره عن 4 في 10 متر. وقلت لكم انه خطوط المجال تخترق هذا السطح هيك بزاوية، هاي الاي، هذا بيساوي مثلا 10 نيوتن لكل كولوم، بحيث يصنع زاوية هون مقدارها 53 درجة، هذا اللي هو العمودي الام. وكنت بدنا نحسب الفلكس، نحسب التدفق على هذا ايش السطح. فبنيجي بنقول انه الفلكس بيساوي اي في اي كوساين ثيتا. هلا الاي معروف عندنا قيمتها اللي هي قديش؟ 10. في الاريا كم مساحه هذا السطح اللي موجود عندي؟ طول بعرض اللي هو لانه مستطيل طول في ايش؟ في عرض. هاي بتكون عندي عباره عن 2 ضرب 4 في 10 في كوساين. الزاويه هيها محصوره بين خط المجال والعمودي، وبالتالي بحط الزاويه مثل ما هي اللي هي كوساين 53. فبنيجي بنعوض نقولها عباره عن 10 في 2 في 4 اعشار عباره عن 8 اعشار في كوساين 53 ايضا اللي هي ايش؟ 6 اعشار. هاي كوساين 53 على الآلة الحاسب بتعطينا 6 أعشار. فلما أجي أضرب بصير عندي 10 ضرب 8 أعشار في 6 أعشار اللي هي 48% بهذا الشكل، وبيطلع الجواب 4.8. هلا بضل عندي هون الفلكس، شو الوحدة تبعته؟ وحدة الإلكتريك فيلد اللي هي نيوتن لكل كولوم مضروبة في وحدة مساحة، مظبوط؟ المتر مربع في متر مربع في هاي الحالة، طبعا لأن هالأبعاد اللي مستخدمينها احنا ايش بالمتر. فبطلع الجواب عندي اللي هي 4.8 نيوتن متر سكوير بير ايش؟ بير كولوم. فبكون أنا هيك حسبت ايش؟ حسبت الفلكس على هذا السطح ضمن هاي الشروط اللي مبينة عندنا. طيب ناخذ شيء ثاني. لو كان في عندي أنا الأريا عبارة عن قرص دائري نصف قطره، هذا القرص الدائري نصف قطره R، وخطوط المجال هيها عندي هون جاي هيك، نغير اللون بس، هاي عندي خطوط المجال جاي هيك، هاي خط المجال E، وهي النورمال ان، وهون في عندي سم انجل ثيتا. نفس الفكره، الفلكس بده يساوي اي اي كوساين ايش؟ ثيتا. طب الاي هيها موجوده اي، المساحه كم مساحه هذا الشكل اللي هو القرص الدائري؟ نون قاف تربيع باي اللي هي بالضبط باي ار سكوير. فهون الاريا اللي هي بتساوي ايش؟ باي ار تربيع، فبصير عندي هون باي ار سكوير في كوساين ثيتا. نروح نحط ارقام. لو كان في عندنا هذا اللي هون الاي مثلا بتساوي 5 نيوتن لكل كولوم مثلا، وكانت عندي الزاويه هاي 37 درجه، والآر كانت عندي بتساوي مثلا 3 سنتيمتر،
بروح بحسب الاريا، الاريا عباره عن الباي في 3% ايش؟ تربيع. ما بينفع اني اخليها ايش؟ بالسنتي، لان انا بحكي عن نيوتن، فلازم تكون الابعاد بالمتر، وبطلع عندي اللي هي ايش؟ 9 باي في 10 قوة سالب ايش؟ 4 متر مربع. ليش 9؟ لانه 3% تربيعها اللي هي 9 بالعشر آلاف، اللي هي 9 في 10 قوة سالب 4، وبنفس الوقت ضربتها في ايش؟ في باي. فانا حسبت الاريا هون، فبرجع بعوض بقول ما هي الاي، خلينا اغير، بدل ما هي 5 اعتبرها 500 عشان تكون الارقام ابسط. فبصير عندي 500 في الاريا اصلا حسبناها، اللي هي كانت 9 باي في 10 قوة سالب 4 في كوساين اللي هي 30 37 درجة. نجي نطلع 9 في 500 اللي هي ايش؟ 4500 باي في 10 قوة سالب 4 في كوساين ال 37 اللي هي ايش؟ 8 10. وبصير الجواب عندي هون بقيم هاي اللي هي بتصير 45% باي ضرب ايش؟ 8 بالعشرة هيك. وبيطلع عندنا في الاخر الفاينل انسر اللي هي نيوتن متر تربيع لكل كون. هاي هي الفكره من هاو تو كالكوليت ذا فلكس. هاي هي الجزئيه. عشان هيك لاحظوا انا بصير عندي الفاي ماكسيمم متى؟ وين انا بكون عندي التدفق لما اكبر تكون ما ثيتا يمكن؟ صفر. لما بتكون الانجل زيرو، لانه كوساين الزيرو واحد، مظبوط؟ طيب شو معنات انها الانجل زيرو؟ يعني هون فاي ماكسيمم وينتا؟ ات ثيتا ايكوال زيرو. شو معنات هاي ثيتا ايكوال زيرو؟ انه خط المجال اصلا عمودي على المساحه. يعني انه الالكتريك فيلد تبعي هذا ماله عمودي على الاريا، يعني عمودي على السطح تبعي. او كاني بقول انه الاي بارلل للان، بنفس اتجاه الان. كيف يعني؟ يعني خط المجال يجي من هون هيك. في هاي الحالة بكون اي بنفس اتجاه ان العمودي على المساحه، بيكون التدفق عندي اكبر ما يمكن، مثل المثال اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو كان هذا الشكل اذا متذكرين. ليه هاي الحاله؟ هاي لاحظوا انه قلنا انه التدفق هون كان اكبر ما يمكن عند الحاله دي. ليه؟ لانه هي النورمال على السطح، هذا العمودي على السطح، وبالتالي الاي از ان ذا دايركشن اوف ذا نورمال لاين، وبالتالي بيكون عندي التدفق ماله اكبر ما يمكن. طب متى بيكون عندي الفلكس بيساوي زيرو؟ وين بيكون التدفق بتكون بيساوي صفر؟ الزاوية 90. في عندي هون اكثر من حاله. الحاله الاولى انه لما يكون الانجل ثيتا بتساوي ايش؟ 90 درجة. ليه؟ لأنه كوساين ال 90 زيرو، وبالتالي الفلكس زيرو. أو ممكن يكون الفلكس بيساوي زيرو لما يكون الإي بيساوي زيرو، مظبوط؟ يعني أنا بدك أنت تفتح الشباك تبع الغرفة عشان يدخل منها الهواء، إذا كان أصلا ما في هواء، فيش هواء أصلا، وبالتالي ما فيش عندك تدفق للهواء داخل الشباك. فهاي هي الاشياء اللي بدنا ايش؟ ننتبه عليها. طب سؤال اخر، ممكن يكون الفلكس نيجاتيف؟ ممكن دكتور اذا كان عكسي من فوق جاي لتحت؟ نعم صحيح، ان تكون المساحة عندي زي هيك
بهذا الشكل. النورمال باتجاه الاعلى هيك، والالكتريك فيلد هيك. يعني اذا كان الالكتريك فيلد بارلل تو ذا نورمال لاين، لكن مقصود في البارلل الموازي، مش معناته في نفس الاتجاه. الموازي قد يكون بنفس الاتجاه وقد يكون بعكس ايش الاتجاه. فعشان هيك انه الفلكس كود بي بوزيتيف كود بي نيجاتيف وكود بي زيرو، هاي هي الفكره من الموضوع. نرجع حاليا ل الشكل اللي عندنا، ونروح ل موضوعنا كمان مره، انه احنا هون كنا واصلين عند هاي الجزئيه. هون حكينا عن تدفق الهواء هيك، حلاقته بالزاويه. لاحظوا انه في الحاله سي، الحاله هاي اللي هون، هاي الحاله سي، ما في عندي فلكس لانه خطوط المجال موازيه للشباك، وبالتالي ما فيش هواء حيدخل. في الحاله بي خطوط المجال تدخل المساحه او الشباك تبعي بزاويه معينه، فبكون في تدفق الى انه قليل. في الحاله ايه بكون التدفق ماكسيمم. ليه؟ لانه سرعه او حركه الهواء ما لها عموديه على الشباك، وبالتالي بيكون التدفق اكبر ما يمكن. هذول اللي هم التفسيرات الموجودات اللي انا شرحته. هلا نروح عندنا الالكتريك فلكس، نمر عليه كمان مره سريع اللي انا شرحته. هيو هون التدفق هيو اي اي كوساين ثيتا، اللي هو عباره عن دوت برودكت. وهيها عندي هون where A is a vector of magnitude equals to the area and normal to that area. اللي هو العمودي على المساحة، زي الشكل اللي انتم شايفين. اي هي حاكي لي هون ايش؟ هي كاي لي هون، هذا نعتبره انه ايش؟ normal to the surface. هلا تعريفه الالكتريك فلكس هيو is how many field lines go through a given area. احنا كلنا بالعربي بنحكي اللي هو عدد خطوط المجال الكهربائي اللي بتخترق المساحه باتجاه عمودي عليها. عشان هيك احنا دائما نتعامل مع مين؟ مع العمودي على المساحه. هلا هون الوحده هي نيوتن متر تربيع لكل كولوم مثل ما حكينا. وفي عندنا هون for field which is not perpendicular، نتعامل مع مين؟ مع الـ E A cosine theta. طيب هلا نشوف بشكل عام، هلا بصير في عندي اطار اعم اكثر. بكون عندي in general for curved closed surface like Gaussian surface، لانه قلنا Gaussian surface ممكن يكون سفير، ممكن يكون سلندر، وبالتالي انا في عندي اشكال او مساحات مختلفه. ممكن ندخل التعريف اللي كنا نحكي عنه بس على جزء بسيط اللي هو هذا الجزء. يعني انا ما بقدر اتعامل مع السطح ككل، بتعامل مع جزء من ايش؟ من هذا السطح، وبعدين بنعمل عمليه تعميم. هيك. نشوف كيف. هلا بقول انه دلتا فاي، هلا ليش اخذ دلتا فاي ما كال فاي؟ دلتا فاي لاني انا بتعامل مع جزء من السطح، ما بتعامل مع السطح كله، ما بتعامل مع السطح ككل. يعني تخيلوا انه كرة القدم، متذكرين كيف شكلها؟ بتلاحظوا انها كرة القدم خاصة الاشكال القديمة منها كانت تكون عبارة عن اشكال خماسية او سداسية ومخيطة في بعضها البعض بتشكل الكرة. فلو كانت عندي أنا هاي الكرة هون هيك، وهون في عندي شحنة بوزيتيف، خطوط المجال الكهربائي تخرج من الشحنة، مظبوط؟ وبالتالي لو جينا غيرنا الألوان هيك، خطوط المجال هين هين everywhere، صح؟ pointing away from the charge itself. وانا بدي اجي اخذ بس جزء من
الكرة تبعتي، ما بدي أخذ الكرة كلها، فبدي أخذ قطعة منها زي هيك. أنا ما أخذت الكرة كلها، أخذت قطعة من سطح إيش؟ الكرة. هلا هاي القطعة بدي أشوف كم التدفق الكهربائي عليها، فباجي بقول لو افترضنا إنه هون في عندي هيك، هاي خط المجال يخرج من الشحنة وهي يخترق هاي القطعة، هاي خط إيش؟ المجال. فلما أجي أحسب التدفق على السطح تبعي كله بقدر أعمل أقول إنه هاي المساحة الصغيرة اللي عندي هاي بدي أسميها إيش؟ دي إيه أو دلتا إيه. فلأني ما تعاملت مع السطح ككل ما بقدر أقول فاي، بقول دلتا فاي. الجزء من التدفق الكهربائي على السطح بيساوي الإي اللي بتعامل معه أنا مضروب في إيش؟ في دلتا إيه، واللي حيكون نفس الفكرة اللي هي إي في دلتا إيه في كوساين إيش؟ ثيتا. فأنا حسبت التدفق فقط على هذا الجزء اللي هون. طب ما هو هون في عندي كمان جزء زيه، وهون في عندي أيضا كمان جزء زيه، مظبوط؟ وهكذا. عشان أوجد التدفق الكلي بستخدم السميشن، بقول إنه التدفق على كامل السطح بيساوي مجموع التدفق على الأجزاء. وهي هين استخدمنا هذا الرمز المجموع، هذا هون مش المحصلة، هذا اللي هون ماله مش المحصلة، هذا سميشن، هذا هيك اسمه سميشن اللي هو المجموع. طب مين يقول لي ليش هذا الرمز مش رمز المحصلة؟ وخذ علامة. ايش السؤال لأنه دكتور دكتور؟ أنت ماخذ السطح جزء من السطح مش كله. أعيد السؤال. هلا إحنا لما كنا نتعامل مع الجزء اللي قبل بكنا نقول سيجما إي أو بكنا نقول سيجما إف، وهذا اللي كان المقصود فيه إيش؟ هذا كان المقصود فيه resultant force أو resultant electric field. هذا كنا نتعامل مع الرمز على إنه إيش؟ محصلة. هون أنا كثير بركز على إنه هذا مش محصلة، هذا summation، جمع، مجموع. فبقول ليش هون سمينا أو شددنا على إنه هذا summation، جمع مقادير، إلا إنه هون استخدمناه على شكل محصلة. طيب أقرب عشان أكثر. حصل معه جزء دكتور من الجسم لأنه بتحللش اكس واي كومبوننت، ليش بتحللش اكس واي كومبوننت؟ لأنها قيمة متجهة. مين اللي قيمة متجهة؟ الإي طب أو لا، هي الفاي مالها أصلا يعني؟ لا هي أصلا دكتور يعني هي إي للآي، يعني هي إكس كومبوننت هاي لا، هون شباب، هون الاي لا تعني يونت فيكتور. انيش ينهى. لا، هلا هذا يعني كانه رننج ديجيت. الاي يعني ممكن تكون 1 2 3 4 5 6 7، لان انا بحكي عن مجموع اجزاء. لما بنعمل هيك سميشن اوفر اي لاكس اي، المقصود فيها يعني دكتور الاكس 1 زائد الاكس 2 زائد الاكس 3 زائد اند سو. فهون دكتور الاي لازم نحدد رننج المجال ديجيت متساوية متوازية. ولا حدا قرب، يعني في واحد فيكم قرب شوي بعدين ابعد. طلعوا كيف؟ احنا كنا الفلكس اذا متذكرين باي هاي بتساوي اي دوت اي، صح؟ الضرب النقطي للمتجهات شو بعطينا؟ بعطينا فيكتور كوانتيتي ولا سكيلر كوانتيتي؟ سكيلر مش فيكتور مش بالضبط. الدوت برودكت لاني تو فيكتورز بعطيني سكيلر كوانتيتي، ما بعطيني ايش؟ ما بعطيني فيكتور كوانتيتي. لما بتكون فيكتورز زي الالكتريك فيلد، زي الفورس، زي الاكسلريشن، زي الفيلوسيتي، هذول كلهم اللي فيهم فيكتور كوانتيتيز
هذا الرمز بصير اسمه ريزلتانت، محصلي. هاي السيجما بصير محصلي. لكن هون لما بنحكي عن سكيلر كوانتيتيز هذا بصير اسمه مجموع، سميشن، مجمع جمع عادي يعني. فهمت علي كيف؟ عشان هيك هون الفلوكس هو مش فيكتور كوانتيتي، الفلوكس سكيلر كوانتيتي. عشان هيك بناخذ سميشن، ما بناخذ ايش اللي هي الفيكتور. فهي الفكره في جاوس، انه احنا حنستخدم فكره الفلوكس ولكن على جزء معين من السطح، وبنعمل جمع لكل الاجزاء الموجودات عندي. ولقدام شوي حنروح ناخذ انتجرال. ليه؟ لانه انا ممكن احيانا بقدر اجمع واحيانا ما بقدر اجمع. فلما ما بقدر اجمع اجزاء بسيطه بناخذ تكامل على السطح ككل. هاي هي كانت ايش الفكره. طيب نكمل. على هون بقول taking the limit of delta AI goes to zero، لما بتكون المساحة كثير صغيرة، لما بصير اتعامل مع مساحات صغيرة كثير، بتحول، إذا متذكرين في الرياضيات، بتحول متوسط التغير لإيش؟ بتحول لمشتقة، صح؟ متذكرين هذا الحكي؟ بلاش نبدأ هيك، لما كنا نقول دلتا واي على دلتا اكس. هلا بكنا نقول as دلتا اكس goes to zero، هاي القيمة دلتا واي على دلتا اكس goes to دي واي على دي اكس. هاي شو بكنا نسميها؟ اللي هي الديريفاتيف، صح؟ اللي هي المشتقة. شو هي المشتقة؟ ان هي متوسط التغير عندما يؤول المقام لوين؟ للصفر. يعني لما تصير عندي دلتا اكس مالها كثير صغيره بصير نحكي عن مشتقه. هلا هذا المفهوم نفسه لما بتقول ان ذا ليميت اوف دلتا اي، لما تكون المساحه تؤول للصفر، بتحول السيجما هاب السميشن، هذا بتحول لايش؟ بتحول لانتيجرال. نكمل. فهون بصير عندي الفاي مالها بتساوي انتيجرال اي دوت دي اي، وهذا اللي هو تعريف الالكتريك فلوكس ثرو سيرفيس. يعني دكتور احنا لما تكون المساحه اللي بناخذها كثير صغيره ناخذ الانتيجرال اللي هو بصير يس، بصير نتعامل مع التكامل. هاي بصير نتعامل مع ايش؟ مع التكاملات. فهون شو بقولنا في جاوس؟ يعني هذا هو الفكره الاساسيه لفكره ايش؟ جاوس بقول فور ا كلوزد سيرفيس لايك جاوس سيرفيس، احنا متفقين انه سطح جاوس لازم يكون مغلق، ذا توتال فلوكس از الكلوزد انتجرال، هذا الشكل اللي هون هيك. هذا بنحكي احنا عن ايش؟ عن الانتجرال اوفر ا كلوزد سيرفيس. عشان هيك حاطط لنا في جوات التكامل هذا دائره، على اساس يبين لك انه انا بعمل تكامل على سطح ايش؟ مغلق. السطح المغلق تبعنا شو سميناه؟ سميناه جاوسيان سيرفيس او جاوس سيرفيس. فلاحظوا الموضوع مش كثير صعب. فاي كانت عباره عن اي دوت اي بهذا الشكل. هلا لما اي هاي goes to zero او approaches zero، بدل ما اصير اتعامل مع اي كأنه بصير اتعامل مع دي اي، الجزء البسيط جدا جدا، هاي المساحة الصغيرة دي اي. مجرد ما صرت اتعامل مع الدي اي، المساحة اللي هي لما بكون دلتا اي goes to zero، بدل ما اني اعمل summation، فكان اقول فاي على اكثر من جزء، نقول summation اي دوت دلتا اي، مظبوط؟ طب لما دلتا اي goes to دي اي، هذا summation goes to integral، فبصير الشكل عندي انه فاي هاي بتساوي integral اي دوت دي اي. طيب هذا generally، لكن لما بكون انا بتعامل مع سطح مغلق like gauss surface، بصير عندي الفلوكس بيساوي الكلوزد هاي انتجرال لمين؟ لاي دوت دي اي.
فمن هون اجى هذا ايش؟ القانون. بهاي ايش؟ الصورة. طيب خلينا نروح على ايش؟ على اللي بعده. هاي برضه نفس الشيء، محاولة توضيح أكثر للموضوع. بيقول إنه لو كان في عندي closed surface اللي هو الجاوسيان مثلا surface placed in an electric field زي ما أنتم شايفين هون، هاي عندي شكل، هذا الشكل اللي عندي هيو هيك، هذا كله السطح. ولاحظ أنا ما بحكي عن شكل يعني مستوي، بحكي عن شكل ثلاثي الأبعاد، شكل ثلاثي الأبعاد. خطوط المجال هي تخترق من أكثر من إيش؟ من نقطة. وهون ماخذ لنا هذا الجزء هيو بينه هون، عندنا هذا الجزء بينه هون، وهكذا. فشو بصير عندنا هون؟ الإلكتريك فيلد إنترينج ذا سيرفيس سيجمنت 1، هاي اللي هون رقم واحد هيها، بكل فلكس تبعها از نيجاتيف. ليه؟ لانها الانجل بين ال 90 وال 180. طب ليش افترض انها الفلكس تبعها نيجاتيف؟ هي الشكل تبعها هيك، وهي خط المجال هيك. هلا هاي النورمال عليها هيك، هذا النورمال، وبالتالي الانجل، لاحظ قديش الزاويه اللي بين العمودي وبين خط المجال، هاي هي الانجل كذا. فهاي زاويه منفرجه، يعني اكبر من 90 واقل من 180، فالفلكس بده يطلع ايش؟ نيجاتيف. لانه احنا حكينا الفلكس كود بي بوزيتيف، كود بي نيجاتيف، كود بي زيرو. هلا نشوف عندنا على الجزء بي هون اللي هو رقم ايش؟ بقول الالكتريك فيلد نورمال تو ذا سيرفيس اللي هي سيجمنت نمبر 2 اللي هي هاي. ليه؟ لانه طلع هو اعتبر هي السيجمنت نمبر 2 هيك، هذا النورمال تبعها هيك، هذا اللي هو الان، وخط المجال هيك اي. وبالتالي الالكتريك فلكس عليها كده بده يكون صفر، لانها الزاويه 90 درجه والكوساين تبعها ماله؟ زيرو. في الحاله الثالثه الالكتريك فيلد ليفينج ذا سيرفيس، هي سيجمنت رقم ايش؟ رقم ثلاثه، الفلكس تبعها بوزيتيف لانها الانجل هاي اللي هون مالها اقل من 90 درجه. وبالتالي the net flux of a surface is proportional to the net number of lines leaving ايش؟ the surface. هلا لما نشوف احنا عندنا هون النت means، شو معنات هاي النت نمبر؟ معناها النت means number of lines leaving minus the number of lines entering. لأن بحكي عن النت نمبر اللي هو المحصل. وعشان اوضح لكم هاي الفكره خليني اروح اعمل شير لايش؟ للوايت بورد كمان مره واحكي لكم هاي الجزئيه. ناخذ هيك، لو اخذنا اسطوانه بهذا الشكل، وهاي الاسطوانه غمرناها داخل منطقه مجال كهربائي. هاي عندي هون هاي المنطقة ايش؟ منطقة خطوط مجال ايش؟ كهربائي بهذا الشكل هيك. وهون شو حتكون؟ هيك. هلا في الداخل هون، يعني المقصود انه في عندي الخطوط مرت من داخل ايش؟ الاسطوانة. هلا لو جينا طلعنا على هاي الجزئية على اساس بس نوضح الفكرة اللي شفناها قبل شوي، هلاحظ انه كم عدد الخطوط المجال اللي بتخترق السطح داخلة عليه؟ ثلاثة. ممتاز، اللي هم هذول الثلاث، هذول number of electric field lines entering the surface داخلات عليه. طيب قديش عدد خطوط المجال اللي بتخرج من السطح؟ برضو ثلاثة. برضو ثلاثة، هذول عدد ايش؟ بخرجوا من وين؟ من السطح. فلما بقول لك النت اوف
lines, النت number of lines entering or leaving قديش النت؟ مجموعهم اللي هو ثلاثة ولا لا؟ بس هو عرفه قبل شوي، قال النت هو عبارة عن عدد الخطوط اللي بتخرج ناقص عدد الخطوط اللي بتدخل. فالنت هون عبارة عن ثلاثة ناقص ايش؟ ثلاثة، وبالتالي قديش؟ زيرو. اتخيل انه هذا النت اللي انا بحكي عنه الجيبة تبعت بنطلونك، جيبتك. جيبتك انه بدنا نتعامل مع العشرات الشواكل، لان كل فلوس في الدنيا قيمتها اللي هي عشرات. اذا احنا دخلنا بجيبتك خمس عشرات وبنفس الوقت شلنا من جيبتك خمس عشرات، قديش هيك جيبتك؟ صفر. صفر. هاي هي الفكره نفسها، انه عندي عدد النمبر اوف الكتريك فيلد لاينز ذات جوز انسايد ثرو بينتريتس ذا سيرفيس اذا كان ايكوال تو ذا لاينز اور ذا نمبر اوف لاينز ليفينج ذا سيرفيس. بيطلعوا كعدات من ايش؟ من السيرفيس. بكون النت electric field lines through the object is zero. طب لما يكون ال E equal zero في هاي الحالة كده بده يكون الflux، لما E zero بكون الflux zero. هذا كتبناه قبل شوي، هيا كنا الflux بيساوي صفر في حالتين، إما الانجل 90 degrees يعني خطوط المجال موازية للسطح، أو إنه الـ E نفسها مالها بتساوي صفر. عشان هيك طلعوا شو القاعدة بتقول. أي سطح مغلق، أي سطح ماله مغلق، أي جسم بنحطه في داخل منطقة مجال كهربائي بنغمره، يعني خطوط المجال تحيط فيه من جميع إيش؟ الجهات، وبنتعامل طبعاً مع يونيفورم إلكتريك إيش؟ فيلد، بيكون التوتال فلكس على هذا الجسم كده بيساوي زيرو. هاي قاعده مهمه حنستخدمها في الاشتقاقات وفي الحل، انه اذا كان في عندي فور اني سيرفيس اميرسد يعني مغمور ان يونيفورم الكتريك فيلد، التوتال فلكس على هذا الجسم بيساوي ايش؟ بيساوي صفر. حتى نفسرها هاي، هاتوا لا نفسرها. هلا ناخذ عندي ثلاث مساحات مختلفة، خليني بس أغير شوي في الرسم على أساس إنه يعني نحاول نوضح قد ما بنقدر هيك. لو أخذنا بهذا الشكل هيك، يا الله دكتور في مجال تلخصنا القوانين هاي اللي آخر إشي لما تكون جزء ولما تكون مغلقة وهيك نعملها انتجرال قول إن شاء الله. إن شاء الله معي. هاي الأسطوانة تبعتي اللي أنا رسمتها، تخيلوا هاي هي الأسطوانة تبعتنا اللي بنتعامل معها هيك، وهي أخذنا خطوط المجال اللي عندنا هيك. هاي خطوط المجال تبعتنا هيك، وهاي خط المجال هون وهاي كمان خط ايش؟ مجال. هلا انا بالنسبة لي
المساحات لما بتعامل مثلا مع اسطوانه، في عندي هاي الاريا وفي عندي هاي الاريا، فهذول التو ارياز ار ايكوال، صح؟ متماثلات، صح ولا لا؟ أكيد. لان انا بحكي عن اسطوانه. وفي عندي هون بدي اخذ مساحه من جزء، مقطع من ايش؟ من هذا السطح هيك. هذا المساحه من السطح وين الاريا تبعتها؟ حتكون الاريا تبعتها العمودي عليها هيك، هذا اللي هو الان، صح؟ هاي المساحه اللي على اليمين وين العمودي عليها؟ العمودي عليها هيك، هاي الان. هاي المساحه وين العمودي عليها؟ العمودي عليها هيك ان، مظبوط؟ ليه بعملت هيك؟ لانه انا دائما باتجاه الناظر، اذا نظرت على المساحه من هذا الطرف حشوف المساحه هون لجهتي، طب اذا نظرت على المساحه من هذا الطرف حشوف المساحه وين؟ ايضا لوين؟ لجهتي. ما بقدر احط عيني جوا الجهاز او جوا السلندر عشان اشوف المساحه بهذا الاتجاه لليمين. لو جينا نطلع حنقول التوتال فلكس فاي، كم تدفق في عندي بقدر اتعامل معهم؟ في عندي واحد اثنين وثلاث. شو هم هذول الواحد واثنين وثلاث؟ هم عبارة عن القاعدة رقم واحد تبعت الأسطوانة تبعتي، القاعدة رقم اثنين، والمساحة الجانبية. أي أسطوانة تتشكل من هذول الأشياء؟ شو مساحة الأسطوانة؟ هي عبارة عن مساحة دكتور هم القاعدتين. هذول الحجم؟ لا لا، بحكي عن المساحات. بلاش علبة الكولا، تنكة الكولا اللي بنشربها إحنا، لو تعاملنا معها على هذا النحو، شو مساحتها؟ مساحة السطح تبعتها هي عبارة عن مساحة القاعدتين زائد المساحة الجانبية، مظبوط؟ يعني أي أسطوانة شو مساحتها؟ المساحة لأي أسطوانة عبارة عن مساحة القاعدتين زائد المساحة الجانبية. شو هي المساحة الجانبية؟ اللي هي هاي، هاي المساحة ايش؟ الجانبية. ومساحة القاعدتين اللي هم اللي واحد واثنين. فالفاي بشكل عام اذا بدنا ناخذ السميشن حتكون عبارة عن سميشن لمين؟ لفاي اي، اللي هو التدفق الكلي، مجموع التدفق على الأجزاء. طب التدفق على الأجزاء اللي هو حيكون عبارة عن فاي واحد زائد فاي اثنين زائد فاي ثلاث، مظبوط؟ هاي الثلاث أجزاء اللي عندي أنا، قاعدتين ومساحة جانبية. لو جينا طلعنا على القاعدة رقم واحد حنلاحظ إنه التدفق اللي عندنا هاي اتجاه خط المجال، هاي يخترق خطوط المجال كلها هيك اتجاهها. إذا هذا خط المجال هي داخل هيك اي. طب والان، الان عكسه، يعني فاي واحد شو بده يكون؟ ماينس اي في ايش؟ في اي زائد الفاي اثنين. لاحظوا الاي والان ان ذا سيم دايركشن، فحتكون عبارة عن اي في اي مش ناقص، لأنه كوساين اللي يعني هاي حتكون نتعامل مع كوساين الزيرو، هون حنتعامل مع كوساين ال 180 درجه. زائد الثالث، هاي خط المجال هيك ماشي، كم الزاويه هاي اللي هون؟ 90 درجه، فحتكون عباره عن اي في دي اي في كوساين ايش؟ ال 90. لو جينا طلعنا عليهم كلهم حنلاحظ انه مجموع هذول الثنتين بيساوي زيرو، زائد هذا المقدار كله زيرو لانه كوساين ال 90 ماله زيرو، وبالتالي بيطلع التوتال فلكس عندي كم؟ زيرو. فدائما بنقول انه التوتال فلكس على اني كلوزد سيرفيس ايميرست وذين سم يونيفورم الكتريك فيلد بده يطلع عندي ماله؟ زيرو. هاي هي كانت الفكره من هاي الجزئيه. طيب نرجع كمان مرة ليش؟ للشكل اللي كنا نحكي عنه.
فهون لاحظ انه كيف كانه بيقول لي انه جزء من الفلكس بده يطلع عندي نيجاتيف، جزء بده يكون في عندي بوزيتيف، وجزء اصلا بده يعطيني مين؟ زيرو. السكيم هون كانه ماخذ، هو متعامل مع كلمه السكيم هون كان هالمساحه الجانبيه للموضوع. طيب هاي في عندنا كمان فكره لمكعب. دكتور خلصت المحاضرة. صحيح، قربنا ننهي الفكره. طيب ماشي اوكي، بنوقف عند اللي هي الشريحه هاي اللي هي المكعب، وبنكمل ان شاء رب العالمين في المحاضره. دكتور تفضل. اكتب لنا هاي على السريع القوانين اللي قلت لك عنهم، طبعا الانتجرال والكون جزء وهيك. يعني احنا قلت لك هي اللي بنتعامل معه يا خالد بكل بساطه، انه احنا بنقول انه الفاي هاي بتساوي اي دوت اي، والدوت برودكت هذا بعطينا اي في اي في كوساين ايش الزاويه ثيتا، واتفقنا انها ثيتا هاي مالها، هاي بتوين، هاي اللي هي بتوين ايش اللي هي الاي والنورمال على الصبح. هلا اذا كان في عندي انا اجزاء مثل هذا الشكل اللي عندي هون، بقول عندي فاي بتساوي اللي هي summation over i لفاي i، لكون في عندي اجزاء زي اللي قبل شوي. اذا كانت عندي المساحات صغيره جدا جدا، بتحول الفلكس لايش؟ لانتيجرال اي دوت دي اي، وهي لانه احنا بنحكي عن سطح جاوس بنصير نتعامل مع ايش؟ مع الانتيجرال اوفر كلوزد سيرفيس، او اللي هو بنسميه سيرفيس ايش؟ انتيجرال. هاي هم الاشياء اللي احنا نتعامل معهم اجمالا. خليني اوقف التسجيل وبنكمل ان شاء الله رب العالمين المره ايش؟ الماضيه، المره القادمه سوري. هاي بنعمل ستوب ريكوردينج.